مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي والاهلي الليله. زي ما احنا معودين حضراتكم كل يوم في الاهلي الليله ان احنا نلم كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان، وفقرات كتيره جدا 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 هنتعرف عليها حالا من خلال الزميل هشام. يا مساء الفل عليك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قنوات الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، واكيد حلقه مليئه بالفقرات المهمه اللي تهم كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. اكيد هيكون معانا فقرات مميزه، لكن خليني سريعا اقول لكل جمهور النادي الاهلي ايه الفقرات اللي هتكون معانا النهارده. النهارده هيكون معانا فقره طبعا خاصه بالكابتن ميدو، هتكون فيها بعض الاخبار الخاصه بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا فقره حواريه مع الكابتن احمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلع الجيش. بعد كده هكون ان شاء الله معاكم في فقره خاصه عن جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبعديها هيكون معانا فقره خاصه بنجمنا المصري محمد صلاح، وكالعادة فقرة أساسية في برنامجنا الأهلي الليلة وهي خاصة بكل الفرق وأخبارها اللي هم بيحملوا اسم النادي الأهلي في مختلف الدول العربية، هتكون فقرة أيضا مهمة ومميزة. النهاردة أيضا هيكون معنا فقرة مع الكابتن خالد العوضي، واللي هيستضيف فيها كابتن ناصر زهران المدير الفني للسكواش بالنادي الأهلي، وأيضا اللاعب مصطفى عسل لاعب السكواش بالنادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى أن هي تكون حلقة ممتعة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وتكون مليئة بالأخبار والمعلومات الهامة. عودة ليك يا كابتن. شكرا ليك يا امير. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي الليله بيحاول يجمع كل معلومات النادي الاهلي في اي مكان وفي كل مكان، عايزين نوصل دايما لارضاء حضراتكم من خلال قناه الاهلي اللي بتقدم لكم كل جديد في المتاح. يعني لما يكون قدامنا متاح اي حاجه ان شاء الله هنعملها لكم، ونعملها لكم على اعلى مستوى باحسن شكل. عشان كده امير زي ما قال هيكون في فقرات كتير جدا مع امير هشام بعد قليل، ثم النجم خالد العوضي معاه اخبار ايضا ومعاه كواليس كتيرة جدا هنعرفها من خلال الزميلين أمير هشام وخالد العوضي. نرجع على حضراتكم الأخبار، كابتن فتحي مبروك النهاردة بيقول إن هو خلاص خلص كل اختبارات قطاعات الناشئين في النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده من وقت ليس بالبعيد إن اختبارات النادي الأهلي بتكون محل أنظار كل الشعب المصري عموما، كله بينتمي للنادي الاهلي وكله بيحب النادي الاهلي وكله يتمنى ان هو يشوف ولاده في النادي الاهلي بيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. عشان كده كان في اقبال كبير جدا من اولياء الامور في الجمهوريه كلها على النادي الاهلي، والكابتن فتحي مبروك وكل فريق العمل بتاعه قاموا بمجهود كبير جدا عشان يطلعوا بابرز نجوم انتقوها من خلال الاختبارات الماضيه. كابتن فتحي مبروك اعلن ان الاهلي النهارده الخميس انهى اختبارات الناشئين بجميع المراحل السنيه المختلفه، وذلك بعد بدايتها في 30 يونيو الماضي. انتهت اختبارات الناشئين لكافه المراحل السنيه مواليد 99 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009. قال كمان الكابتن فتحي مبروك ان انتهاء الاختبارات اليوم ياتي من اجل منح مدربي الفريق او مدربي الفرق عموما، مدربي الفرق السنية المختلفة، فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين الجدد الذين تم قيدهم والعمل على العمل معهم لفترة كافية قبل انتقال الفريق للمراحل مراحل الدوري المختلف. كابتن فتحي مبروك النجم الكبير نجم الأهلي ومدير قطاع الناشئين معاه على التليفون، هنتعرف من خلاله على كل الكواليس اللي حضراتكم عايزين تعرفوها. كابتن فتحي مبروك أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ابن حميد، ازيك وكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا بيك. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. يعني اكيد مجهود كبير جدا قمت بيه الفتره الماضيه عشان تقول النهارده ان احنا خلاص انهينا كل اختبارات الناشئين وخلاص كله تم قيد البراعم او النجوم الجدد لقطاع ناشئين النادي الاهلي. والله يا كابتن احنا الحمد لله مثلا ابتدينا يمكن 30/6 فتره الاختبارات دي، ولحد يومنا هذا النهارده ابتدينا خلاص يعني الحمد لله ابتدينا انهينا المراحل السنيه المختلفه. واحنا الحمد لله كان في برضو اختيارات موفقه للاجهزه الفنيه، كل مرحله فنيه اختاروا عدد وبيحطوه مع الفرقه في مرحله تعايش على اساس انه يبقى يعمل مرحله مقارنه دايما بين الناس اللي موجوده وبين الناس اللي اخترناهم. وفي حتى ناس من اللي اخترناهم ابتدوا دلوقتي وداخل اورقه النادي الاهلي او داخل النهارده التشكيلات داخل الفرقه المسابقات، وفي ناس مقنعه جدا جدا بدليل ان في بعض المديرين الفنيين لبعض الفرق قالوا لي ان في ناس من الجداد اميز من اللي كانوا موجودين او اميز من المقيدين. اكيد
فطبعا انا يمكن اديتهم الحريه دي وقلت لهم القوائم تكمل، لو عايز تعمل استبدال اعمل استبدال ما فيش مشكله. جميل. لان انت مصلحه النادي فوق اي اعتبارات، مصلحه الفرق فوق اي اعتبارات. لو حسيت انه حد من الفرق من الناس الجديده اخترتهم افضل فايدوهم ما فيش مشاكل. اكيد. الحاجه الثانيه يمكن برضو احنا لقينا هنا بقى الفتره دي يمكن برضو نهايه يا كابتن، انت عارف الامور دلوقتي اصبحت النهارده كل الفرق المسابقات النهارده بتبتدي تستعد للي عنده بطوله جمهوريه او بطوله منطقه. تمام. فانا مش عايز احمل لود على المدربين لان خلاص احنا كل يوم بندخل لهم اعداد كتيره. اعداد كتيره فالمدربين نفسها مش عارفه تشتغل. وفي نفس الوقت قلنا برضو عشان يبقى فيه استقرار فني للمدير الفني لاي فرقه ان هو يقدر بقى يتعايش مع فرقته ويقدر يشتغل مع فرقته بمفهوم ان في بطولات جايه. فاحنا عشان كده بنقول ان احنا نهينا الاختبارات النهارده، واتمنى ان الناس تكون مبسوطه، اتمنى ان الناس تحس ان الناس اللي بتردد كلمه دائما النادي الاهلي نادي وسطى، النادي الاهلي مش نادي وسطى، النادي الاهلي اذا كانت هناك مجاملات فالمجاملات في اعطاء الفرصه، اعطاء الفرصه مره واثنين وثلاثه، وناس كتير جات لي وكنت بديهم فرصه واثنين وثلاثه، واذا كان المستوى الفني لا يليق باي فرقه لا خلاص يبقى كده بنقف. تمام. نقول له احنا متشكرين جدا جدا كده، الناس اللي اخترناها ما فيش اي وسط عشان برضه اولياء الامور تعلم هذا الكلام. وانا سياستي الحمد لله يمكن بجامل الناس ولكن وسط ممنوع في كره القدم وممنوع ايضا في النادي الاهلي يعني. اكيد يا كابتن. يعني خلينا في كواليس الاختبارات يا كابتن فتحي، اهم السلبيات اللي حضرتك شفتها كتقييم لحضرتك انت في فتره الاختبارات، يعني اكيد حضرتك بتقعد تقيم احنا عملنا كذا، كان المفروض نعمل كذا، كان المفروض يعني الموضوع يمشي في طريق معين، لكن في حاجات خرجت عن ايدين حضرتك او ايدين المدربين، اهم السلبيات اللي شفتها عشان تتفاداها فيما بعد في الاختبارات القادمه النادي الاهلي كانت ايه؟ بص يا كابتن، اهم السلبيات يمكن انا في سلبيه يمكن لاحظتها في الفتره الاخيره ونبهت المدربين عليها، هي انت عامل اختبارات وعامل اختبارات النهارده كل مرحله فنيه عامله اختبارات النهارده، القوائم طبعا القائمه الاولى النهارده احتياجات كل مدير فني في اي فرقه النهارده لازم يبص على احتياجاته، عشان كده يمكن انا مفهوم السلبيات اللي كانت موجوده ان دائما المدربين كانت بتعمل السمول سايدد جيم الست ضد سبعه ضد سبعه وكلام من انا توقفت عن هذا الامر وقلت لهم يا جماعه الفرق الكبيره الفرق في المسابقات لازم تلعب على الملعب الكبير ولازم تدي النهارده 11 11، ولازم النهارده توظف كل لعيب في مكانه عشان تبقى عارف انت محتاج ايه. ده في الاختبارات يا كابتن فتحي؟ في الاختبارات؟ طبعا. الرؤيه اللي هي الملعب 7 ضد 7 و6 ضد 6 لا انا شايف ان هو مش هيدي رؤيه كويسه للمدير الفني في احتياجاته. طب تستاذني ادخل مع حضرتك في الجزئيه دي، يعني تحديدا يعني الملعب ال11 ممكن ان الولد ما توصلوش الكره اكتر من مره فصعب المدرب يشوفه، يعني انا بتناقش مع حضرتك وحكيت اكيد حضرتك طبعا اكتر مني خبره كبيره جدا. انا قلت حضرتك في المراحل السنيه اللي هي بتاع المسابقات الكبير الكلام ده كان في المراحل السنيه في المسابقات. اوكي تمام. ولكن قطاع البراعم ممكن يبقى يشتغل 7 7 8 8 بمساحه ملعب صغيره. تمام. لكن المراحل السنيه الكبيره اللي هي في نظام المسابقات لازم النهارده عشان المدرب يعرف احتياجاته ايه. تمام. المدرب محتاج النهارده راس حربه. تمام. يعني النهارده بتشوف النهارده الولاد كل واحد بيحب يلعب ايه. وانت ممكن في السبعه الولد تلاقيه مش دريان بوظيفته، مش دريان بمكانه وكلام من ولكن قدام امر واقع لازم تحسسه انه بيلعب 11 11 عشان النهارده انت محتاج ايه لفرقتك؟ محتاج ايه لفرقتك من خلال التقييم ده، من خلال المباراه دي، ومن خلال تقسيم ال 11 11 تقدر النهارده شوف احتياجاتك. جميل يا كابتن جميل. انا بدات مع حضرتك دايما ببدا مع حضرتك بالسلبيات عشان اقول لك ايه احسن حاجه ايجابيه شفتها خلال فتره الاختبارات اللي فاتت. لا وبرضه الايجابيات انا شايف ان في ايجابيات كويسه جدا، في لعيبه الحمد لله يمكن في المراحل السنيه برضه اخترناهم لعيبه كويسه جدا جدا وعلى مستوى فعلا ان هم بيمثلوا النادي الاهلي في الفتره القادمه. وزي ما قلت لك الايجابيه ان انا اذا كان هناك واحد متأيد اقل من المستوى الفني اقل من اللي مختارينه انا افضل اللي مختارينه لانه احسن فنيه. اكيد اكيد اكيد. تمام يا كابتن فتحي. يعني برضه اهتمام الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بقطاعات الناشئين. يعني والله بص يا كابتن الناس يعني الحمد لله مدينا الثقه ومديه الاجهزه الفنيه وانا مدي الاجهزه الفنيه كلها الثقه في اختيار اللعيبه. يعني ما بضغطش عليهم ابدا مين ده ومين ده لا انا بنزل ابص وبنزل اشوف وليا رؤيتي الفنيه وبالاشتراك طبعا مع المدير الفني ولكن المدير الفني بديله هو القرار الاول والاخير في الاختيارات. جميل يا كابتن. يعني حتى اولياء امور كتير قوي تقول لي يا كابتن طب شوف انت الولد. قلت لهم انا ممكن اشوف الولد وابقى مبسوط منه ولكن مدير الفني وجهه نظره واحتياجاته لفرقته ممكن يقول لا للولد.
يعني الحاجات دي كلها بنحطها في اعتباراتنا، وزي ما قلت لحضرتك ده بيبقى من تأييد من مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكورة، إن إحنا بنشتغل زي ما قلت لك بمفهوم مصلحة النادي الأهلي فوق أي اعتبارات. أكيد يا كابتن أكيد، وكلام محترم جدا وكلام واقعي، دايما حضرتك بتتكلم بمنتهى الواقعية ومنتهى الامانه كمان، وبصراحه كل المدربين اللي بيجوا هنا بيشرفونا هنا دايما بيسمع على دور حضرتك، ان انت حضرتك بتنزل الملعب بنفسك وبتشوف يعني من اول ما بتروح النادي لغايه لما بتمشي. لو شفتني دلوقتي وتقول لي انا كنت قاعد في الساحل الشمالي شهرين في الشمس. يعني يا كابتن ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه يا كابتن فتحي. يلا الحمد لله، والله اكيد بتشتغل للمصلحه العامه، اكيد بتشتغل لمصلحه النادي اللي الواحد اتربى فيه، فدينا بأمل في ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله تبقى كلها حاجة كويسة ميزات إيجابية إن شاء الله في البطولات وفي اكتشاف مواهب كويسة إن شاء الله تفيد النادي الأهلي مستقبلا إن شاء الله. أكيد يا كابتن، يعني قبل ما أروح لدور، معلش هطول عليك شوية استحملني، يعني قبل ما أروح لدور الأكاديميات وحضرتك عامل معاها ربط ولا لأ، عايز بس أسأل حضرتك سؤال، كم مرحلة بيعدي بيها الناشئ أو المختبر اللي حضرتك بتختبره، كم مرحلة بيعدي بيها عشان تقول إن هو خلاص معايا في النادي الأهلي أو مش معايا؟ كابتن انا مش عايز اقول لك، انت بتتكلم على الاكاديميات والربط بيني وبين الكابتن خالد ديبو مدير الاكاديميات، انا مش عايز اقول لك انا في اكاديميه النادي الاهلي في القطاميه دلوقتي. طب تمام. وفي الملعب عشان تبقى عارف. جميل يا كابتن. معايا الكابتن سامر حفني وطبعا كابتن خالد ديبو وكابتن عاشور، كلنا يعني كلنا الحمد لله في الملعب وكلنا شايفين الاولاد. جميل جميل. بنهتم ايضا بهذا القطاع، قطاع الاكاديميه. اكيد. وانت عارف حضرتك برضو قطاع الفراعنه مهتمين بيه جدا جدا. وانا برضو زي ما قلت لحضرتك عندي اثنين مشرفين على قطاع الفراعنه، الكابتن جمال استاد والكابتن تامر، ومعاهم كم كويس جدا من المدربين على اساس ان احنا برضو نقدر نكتشف المواهب من صغرها. وانا قلت لهم دايما خلي منظور ان انت بتكتشف في الولد عشان نقدر ننمي حاجه عنه مستقبلا ان شاء الله. اكيد. ودي اللي بسعى لها يعني، حتى أكيد. بمر على المدربين في الفرق كلها بقول لهم ادوني المميزين عندكم، لان برضه عايز اعمل عليهم سبوت في الماتشات الوديه عشان نقدر لو الولد عنده نواقص في اي شيء فني نقدر ان شاء الله الفتره القادمه ننموه له، والولد يبقى زي ما قلت لحضرتك دايما يبقى عنده النهارده بيحس باهتمام وبيحس ايضا في رغبه النادي الاهلي ان الولد ده مستقبلا ينفع النادي. اكيد يا كابتن اكيد. يعني ارجع لسؤال حضرتك تاني، السؤال اللي سالته حضرتك، الناشئ بيمر بكم مرحله عشان تقول هو معاه او مش معاه؟ يعني 5 اختبارات 6 اختبارات 7 اختبارات؟ لا في يعني في حضرتك في 3 اختبارات 4 اختبارات وبعدين تصفيه نهائيه وبعدين بيبقى في فتره معايشه. يعني النهارده مثلا في فرق مثلا زي 2003 2002 99 كل الفنيات دي بترجع للمدير الفني، النهارده بيحصل عمليه تعايش زي ما قلت لك بالاختيارات اللي خدها من خلال ال3 اختبارات او ال4 اختبارات، بيحصل عمليه معايشه عشان يحصل عمليه مقارنه بينه وبين الموجودين. يعني بعد ما حضرتك بتختاره بتعمل له عمليه معايشه مع الفريق بتاعه الاساسي عشان تشوفه هينسجم ولا لا. بنشوف ينسجم ولا، وزي ما قلت لك بيبقى التقييم الفني من خلال زي ما قلت لك عمليه المقارنه. اكيد. يعني عمليه المقارنه النهارده الولد ده ممكن يكون مميز، ممكن يكون كويس جدا، ممكن يكون النهارده المكان اللي بيحتاجه المدير الفني، فعشان كده بيحصل عمليه المعاشه دي مع الفرق من خلال فتره كده، وبعد كده المدير الفني بيحكم حكم نهائي على اللعيبه دي. يعني يا كابتن خليني انا بقى اكلمك ان انا احد اولاء امور حد بيختبر عندك عشان نبقى احنا كمان بنتكلم بواقعيه للناس. يعني بيبقى في مساحه لابني بعد ما حضرتك بتاخده فتره معاشه وتقول له لا خلاص انا بصراحه مش محتاجك، في بقى مساحه ان انا اخد ابني واروح لنادي تاني ولا بيبقى الوقت ضيق خلاص؟ لا هو بص حضرتك طبعا انت عارف كل اللوائح اللي جايه لنا من اتحاد الكوره، لوائح اتحاد الكوره بتبقى في قائمه اولى خلاص دي اتقدمت، في بعد كده بقيه اللائحه ان هي بتقول النهارده في كل شهر في الاسبوع الاول النهارده تقدر تقيد لعيبه. تمام. تقدر تقيد لعيبه برده من ضمن اللوائح ان هو بيقول لك كمل القائمه الاولى، واذا كان هناك استبدال عايز تستبدل استبدل، فعشان كده بقول لك انا مدي حريه للمديرين الفنيين اذا كان حد من الجداد كويس قوي. جميل يا كابتن. ويصلح للنادي الاهلي واكثر فائده للفرقه من اي حد موجود قديم ممكن يعمل عمليه استبدال. جميل جميل، كلام محترم وكلام جميل دايما يا كابتن فتحي، بصراحه يعني انا بستمتع باللقاء معاك سواء هنا في الاستوديو او حتى في الهاتف، بشكرك شكرا جزيلا وربنا ان شاء الله يديلك على قد تعبك وان شاء الله توصل بقطاع الناشئين النادي الاهلي للمكانه اللي يستحقها قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا بشكر كابتن فتحي مبروك الاول، شكرا جزيلا على هذه المداخله. قطاع الناشئين في النادي الاهلي قطاع كبير جدا، قطاع معلمين الولد ازاي ياخد بطوله، ازاي ياخدها باقناع كمان، وازاي هو كمان من جوه يبقى عنده روح الاهلي وروح البطوله. ودايما بنجيب مدربين هنا لحضراتكم تفتكروا، بنجيب مدربين قطاعات ناشئين
مختلفه، براعم ومراحل سنيه مختلفه. دايما بيقول احنا بنعود الولد على روح الاهلي قبل ما بنعلمه اي حاجه، بنعلمه يعني ايه روح الاهلي بكل بقى قيمه ومبادئه والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. بعد كده بنعلمه الكوره يعني ايه كوره، يعني ايه حاجه بدنيه، يعني ايه حاجه فنيه، يعني ايه خططيه، والكلام ده طبعا مطلوب. قطاع ناشئين مهم جدا، النادي الاهلي قطاع ممكن يعني يفرغ لك لعيبه كبيره جدا تسد احتياجات الفريق الاول كامله من غير ما تحتاج تدخل في سوق اللاعبين اللي بقى الفلوس فيه عاليه قوي، ومش عايزين نقول بقى غير مستحقه او مستحقه، اكيد حضراتكم عارفين كل حاجه. ده كان لقاءنا مع كابتن فتحي مبروك، اتكلم فيه عن كل حاجه بتخص قطاع الناشئين. طبعا انا سالته عشان في اولياء امور كتير بتسال، انا بعد ما النادي الاهلي بياخد ابني فتره المعاشه دي ممكن يقول له شكرا، هل في بعد كده وقت ان انا اروح لابني؟ فالكابتن فتحي قال ان كل شهر فيه بيفتحوا باب قيد، ودي حاجه كويسه. اكيد كلكم بتتمنوا ان اولياء او كاولياء امور ان اولادكم ينتموا للنادي الاهلي، فاصبروا علشان الولد لما يروح النادي ويقبلوه يقابلينه باقناع، مفيش اي واسطه في النادي الاهلي. وده اللي اكد عليه الكابتن فتحي مبروك، في تعاون كبير جدا بين الكابتن فتحي مبروك قطاع ناشئين وبين الاكاديميات اللي بترأسها خالد بيبو النجم الاهلاوي الكبير، وان شاء الله تفرغ كمان لعيبه. اكيد في لعيبه بتعدي من قطاعات الناشئين، اللي بيعدي من قطاعات الناشئين قلت لكم قبل كده يروح اكاديميات النادي الاهلي في اسلوب على اعلى مستوى بتدار بيه هذه الاكاديميات، وان شاء الله يرجع لقطاع الناشئين مره اخرى. نروح بقى لضيفنا الكريم احمد سامي المدير الفني السابق لقطاع لطلائع الجيش، ناخده بعد هذا الفاصل. نجم كبير اكيد هنعرف منه معلومات كبيره جدا. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، وشرفني ونورني النجم اللي بحبه على المستوى الشخصي كمان والمستوى التدريبي كمان، النجم الكبير احمد سامي. منور الدنيا يا كابتن. اميرك ازيك، عامل ايه، اخبارك ايه؟ كله تمام. ايه الشياكه دي؟ ده انت اللي شيك. الله يخليك. يعني ابدا معاك من ايه؟ طمني عليك الاول. كويس الحمد لله. يعني الفتره بعد ما يعني مشيت السنه اللي فاتت من الجيش، يعني العمليه كان في عروض بس ما كانش العروض، اصل انا مش عايز اشتغل وخلاص، يعني القصه كلها بالنسبه لي الحمد لله، يعني ما يعني عايز يبقى في قصه وفي طموح وكلام الكلام ده اللي هي بقى مستهلك، بنتكلم اكتر ما بنشتغل يعني. بس فيعني حته لازم يكون في طموح على المستوى الاداري والفني، الفني ده بتاعنا، لكن الاداري يبقى المستوى الطموح يبقى فيه اقدر اعمل حاجه. لكن طبعا في افكار كتيره في دماغي، لكن الارض الواقع الواحد بيتصدم بحاجات غريبه يعني. لازم تتصدم. طبعا. ما خلي بالك انت علشان توصل اللي انت عايزه هتتصدم كتير جدا، واكيد انت عارف يعني ومر عليك حاجات. في سلبيات كتير في الكوره يعني. في مصر ومناصب معينه يعني سواء على الدكه او بره بتاثر بشكل كبير جدا على المستوى الفني على جميع انديه مصر. يعني عشان هم مش هستثني حد للجميع. مش هستثني حد. كله مش هتستثني حد. كله بيبقى فيه مشاكل كبيره. انت خلي بالك ده تصريح جامد جدا. طبعا. لا مش هستثني حد خالص، لان كله بيبقى فيه حته العدم، كل واحد مش عارف شغلته ايه. يعني مدير الكوره، مدير رياضي، يعني مدير التنفيذي، مدير كله بيشتغل مديرين فنيين. فده بيحصل فيها مشاكل كبير جدا، وللاسف انا ممكن ابقى فاهم في الكوره بس انا شغلتي ما اتدخلش في الكوره. فانا لازم احتفظ بمنصبي اللي انا وافقت بيه وتعاقدت مع النادي عليه، ما ينفعش اعمل حاجات اكسترا، الحاجات الاكسترا دي زياده اللي هي حته ان انا اتطوع، دي بتعمل مشاكل كبيره. طب ما تيجي نشوف كده تقرير كده اتفضل للكابتن احمد سامي مع حضراتكم، ونرجع لحضراتكم الظاهر يبقى النقاش يعني جامد جدا. لا انا صريح تقرير بس. انا عارف نشوف تقرير كده عن النجم احمد سامي ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، منورنا ومشرفنا تاني يا كابتن. لا نورك. انت دخلت، بص انت داخل يعني دخلت في حته جامده جدا، انت عممت ان مفيش حاجه اسمها استقلاليه، مفيش حاجه اسمها خصوصيه، مفيش حاجه اسمها احترافيه. فاكس خالص بالظبط. وبعدين خلي بالك معلش انا حاسس منك حاجه، مع احترامي يعني اقول لك بس. اتفضل. يعني مثلا حته مدير الكوره على مستوى مصر كلها، انديه كلها،
ولا ليها اي قيمه في الموضوع. انت راجل مدير رياضي، مدير رياضي تقعد في المدرجات، المدير الفني الجهاز الفني فقط هو اللي يقعد على الدكه. انا ما بشوفهاش في اي في العالم بصراحه، ما بشوفش في العالم مدير كوره والزفه اللي بتبقى قاعده تحت انا خالص. لان يعني بيبقى فيه تشتيت. على فكره كلام محترم. لا انا بكلمك، مدير الكوره المفروض يتلغي من على الدكه تحت في جميع الانديه، لانه ملوش اي لازمه على الدكه تحت، لان الدكه تحت دي بتاعه المدير الفني فقط. فقط بالظبط. بس هي دي النقطه. ودي بتعمل خلي بالك مشاكل كبيره جدا. بتعمل انا بخلي بالك انا بعمم على مصر كلها، انا ما بتكلمش على نادي معين. انا يعني المفروض ده المنصب ده، انت مدير الكره ده وظيفته اداريه بحت. اداري بحت في شراء لعيبه، في التوافق مع اللينك مع مجلس الاداره، لو في حاجه عايز يوصلها للجهاز الفني في اي حاجه. ده المدير الرياضي ده هو اللي بيخش في الصفقات وبيبقى ليه راي بحكم ان هو لازم يكون بيلعب كوره او يعني محتك بالمجال. لكن حته نزوله تحت دي مش عارف يعني مش موجوده في الدوريات الكبيره ولا الصغيره بره. احنا عندنا في العرب بس. طب تفتكر ايه سببها؟ ما اعرفش يعني، بتعمل مشاكل كبيره. يعني تفتكر ايه سببها؟ مش عارف والله، انا ما عارف. لان مفيش سيستم. يعني انت عارف انت في مصر هنا ما بنشتغل اليوم بيومه. يعني مفيش خطه كده او طريقه او جديد نعمله نطور من ادائنا في مجال الكوره. مفيش الكلام ده خالص. وخلي بالك يعني مش دي بس، حاجات تانية برضه بس احنا مش عايزين نخش فيها، لان انا ما بحبش ايه يحصل تصادم مع حد يعني. طب انا هسالك سؤال، انت عارف ان انا مش من مقدمين الخبث، انا بتكلم من قلبي. ربنا اللي يعلم. يعني انت شايف الكلام ده حتى في النادي الاهلي؟ مدير، انا بتكلم مدير الكوره في جميع الانديه. مش الاهلي بس، اهلي وزمالك. هو الاهلي، لا الاهلي بيبقى مدير الكوره يعني هو مدرب عام وشاغل منصب مدير الكوره. لا مفيش الكلام ده. يعني الكابتن محمد يوسف بتكلم راجل كان مدير فني نادي الاهلي وخد بطولات معاه، وراجل مدير فني ليه قيمه يعني، مسك بتروجيت وفي العراق اشتغل. حته ان انا مدرب عام ومدير كوره هتاخد منك. يعني هتاخد منك في الشغل الفني. مفيش حد بيعمل الاثنين يعني. انا مش اشتغل. هو تكليف. تكليف لا لا التكليف. لكن التكليف في فتره مؤقته. طب لكن ما حاجه وانا مش بدافع التكليف. لا انا معلش يعني انا بتكلم دي وجهه نظري. اكيد ما حدش يزعل مني. انا عارف. لا النظام نظام. كل الناس بتتكلم بصراحتك على فكره. النظام في نظام. حته ان انا ابقى مدرب عام هتاخد مني فنيا طبعا، شغل اداري. شغل اداري ده ليه ناسه. لو انت كمدير كوره شغل مدير كوره يبقى مدير كوره. وبعدين معلش باحترامي يعني نادي الاهلي مليان ناس. كابتن محمد يوسف قيمه فنيه. واضافه للجهاز الفني وكل حاجه. لكن انا شغال مدير كوره وقائم باعمال مدير كوره ليه؟ انا مش عارف ليه يعني. من قله الناس يعني في النادي الاهلي. النادي الاهلي مليان ناس كتير قوي. وجهه نظر. واكيد انا بحترم وجهه نظر دي حاجه بس يعني انا بكلمها بس. لكن انا بكلم بعمم الناس كلها في حته مدير الكوره المفروض يقعد في المدرجات. تمام، يبقى ليه منصب. تمام. طيب قول لي يعني لما بنشوفك بتمسك طلائع الجيش او مثلا بيبقى ليك فكر معين وفجاه كابتن احمد سامي مبقاش موجود، هل انت ليك طريقه معينه في الشغل مش متناسبه مع اي نادي بتروح؟ هل انت ليك مثلا دماغ معينه؟ هل مثلا انت عصبي شويه؟ انا عايز اعرف برضو قصه احمد سامي، لان الناس بتشوفك بتعمل شكل. سيبك من طلائع الجيش، ما بتكلمش على طلائع الجيش يعني في العموم، بتعمل شكل وفجأة مش موجود، وفجأة لا نجيب أحمد سامي تاني. بص خلينا نتكلم في العموم، ما نتكلمش. أنا بتكلم عموما يعني أنا ما كنتش نجم في الكورة قوي. عشان كنت بكليفت. كنت يعني ورحت منتخب والكلام ده الناس ما تعرفوش والكلام ده، بس حصل إصابات وحصل يعني حتة اللي هي مش بتاعتي. قدر. فكنت مصنف في المجال يعني مش مشهور للناس كلها في المجال، ان انا من احسن باكات ليفت في مصر. احنا عندنا مشكله في الشغل في مصر. انا عايز اجيب نجم اشتغل من غير علم. انا لما بطلت كوره اصابات، كثرة اصابات، اتجهت في موضوع التدريب وما رضيتش اشتغل يبقى علاقه مع مدرب كبير ولا حاجه، اروح اشتغل معاه في لندن. انا سيبتك تقول الكلام انت عايزه، بس انت نجم على فكره. لا لا انا بتكلم. لا لا انت دي حقيقه. يعني احنا عندنا النجوميه هنا مختلفه شويه. تمام. فالمهم قلت لازم ادرس جامد واشتغل جامد عشان ابقى انا من النوع اللي عندي كرامه، ما احبش حد ايه يقول لي انت ناقصك ايه وعملت ايه غلط والكلام ده. فبقيت دايما اجتهد بس سكتي. يعني ايه؟ مش ببهرجه. جميل.
وما رضيتش اشتغل مع مدربين كبار دوري ممتاز على طول. خدتها من تحت، رحت نادي الجيش بصراحه، الناس استقبلتني، ناس محترمه جدا وكانوا مقتنعين بشغلي جدا، وطلعت لعيبه باعوها بملايين وكانوا مدعميني جامد قوي في فرقه الشباب دي. جميل. ابتديت اطلع اشتغل مع مدربين واخد منهم خبرات زي كابتن حلمي طولان وكباتن وكابتن عماد سليمان ويعني كباتن كبار كلهم اتعلمنا منهم، بس قلت برضو مش كفايه، ابتديت يعني بقى بره والكلام ده ويعني الشغل اللي فبقيت يعني ايه زي ما تقول ايه، بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. جميل. طرق معينه وتكتيك معين وكلام. عندنا مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ ان احنا بنستسهل كادارات انديه مثلا. انا ما بتكلمش خلي بالك عن نادي الجيش، انا بتكلم عموما من كتر ما انا رحت اتفرجت. كان اي مدرب اجنبي يجي كنت بروح اتفرج عليه. تمام. وانا ماسك الفرقه. تمام. مدير فني يعني كابتنون ده انا رحت اتفرجت عليه في وادي دجله وانا كنت ماسك الفرقه. ايه رايك فيه؟ لا مدرب هايل. يعني مدرب هايل هنتكلم عليه بعدين. مدرب هايل يعني. تمام. انا كنت بتفرج عليه في وادي دجله، كنت بشوف يعني نتكلم عليه ده خلاص. انا مش عايز اطلع من الحديث بتاعك. زي ما تقول كده يعني ايه، بقيت خلاص يعني ايه متودك في الموضوع وبقى عندي فكر وكونت رؤيه معينه في موضوع التدريب وبقى ليا اتجاه بالبحث والمعرفه السكيتي. سكيتي يعني بشتغل مع ناس بره والكلام ده، بقيت عارف الدنيا ماشيه ازاي. جميل قوي. غير بقى حته الموهبه. انت ما بتبقاش عندك، ما بتبقاش عارف ان انت عندك موهبه ولا لا، بقيت حاجات كمان اعدلها في القصه من اجتهاد شخصي. وانا بضيف على كلامك ان هي موهبه تدريب، موهبه مختلفه تماما عن لعب الكوره خالص. لا ده مش ده انت كلام تصديق لكلامك، دي مختلفه تماما. بالظبط. انت عارف تبقى انت لعيب كوره بتفرق معاك في ايه؟ في تعاملك مع اللعيبه بس. ان انت كنت لعيب كوره قبل كده ففاهم ان اللعيب ده دماغه ايه، لكن حته التدريب مالهاش علاقه خالص. انا معاك مليون في الميه. بس ف انا دايما عايز اروح حته بيبقى فيها طموح فيها شغل وابتدي بالتدريج اطلع. انا بتتصدم بحاجات، سيبك من الادارات، انا بتكلم على اللعيبه في مصر. اللعيبه في مصر مقتنعه بحاجات بقت راسخه عندها. ليه؟ لان كل المدربين النجوم بعد ما بطل على طول بتشغل مدربين ناشئين، وده غلط. يعني الكبير اللعيب بيطلع مش متعلم حاجه فيبتدي يحصل له صدى في مخه. والكره دلوقتي هي الحته الذهنيه، الحته البدنيه علم كبير جدا بس في المتناول، اقدر انفخك عضلات وفتنس وكل حاجه، لكن الحته الذهنيه انا اشغل الفتنس ده ازاي؟ النواحي التكتيكيه اشغلك ازاي؟ انا بحب كلامك فانا يعني اقطعك سنه. يعني كمان الحته البدنيه دي عشان في ناس مقننين حاجات، مقننين الاحمال، وانا ضد نظريه التقنين في الرياضه عموما. مفيش اساسا انت عارف ان كل طريقه في الحاله البدنيه، كل طريقه ليها شغل معين من الاحمال. جميل من واحد تكتيكيه. جميل يعني مش الموضوع ان انا معايا صفحتين بطبقها على اللعيبه بغض النظر عن التكتيك اللي انا بشتغل بيه. جميل. بس فبتصدم بلعيبه عايزه وقت وانت ما عندكش وقت. انت قلت لي عندها معتقدات. معتقدات راسخه. ان كده ان انا قاعد والمدرب ماشي، انا اشتغل بفكري. مش مشكله بقى اعمل الحركتين دول بتوعي وخلاص. وبقى في قصه بقى تانية طبعا، بيبقى لوبي في اوضه اللبس. انا بكلمك في حاجات بقى يعني ما حدش هيتكلم فيها. في لوبي في اوضه اللبس، المدرب ده ما بيلعبناش، يبتدوا بقى يكلموا فابتدى القصه. يعني عندنا حته جهل كروي بالنسبه للاعيبه، عدم ثقافه رياضيه. لا خالص. اللعيب بيبقى كويس جدا. عايز ثقافه عامه عشان ما يعني لا مش عامه. لا في لعيبه يعني مثلا اقول لك على سبيل المثال احمد عيد عبد الملك. شوف الناس بقى ولعيب كبير ازاي. من اكتر الناس المتعاونه من نواحي التكتيكيه وينفذ وهو عنده 35 سنه. ودي صعبه. حاجه جميله. محمد رزق اللي كان بيلعب في الاهلي برضه من نواحي التكتيكيه هايل وذهنيا كمان. يعني قصدي ايه، الموضوع مش صعب بس حته ان انا اشغل مخي من ضمن المجموعه. ما بقاش انا شغال لوحدي وعامل حركتين. خلي بالك اللي عنده مهارات زياده وبي بي بي من اللعيبه وبيطلعها على طول ده ضعف. ضعف مش قوه. يعني انت مهاري، فكل ما الكوره تجي لك لازم اعمل الحركتين المهاره بتوعي عشان ارقص واعمل. ده ضعف مش قوه. القوه ان انا استعمل المهاره في الوقت المناسب في المساحه المناسبه مع زميلي عشان نعمل تيم وورك كويس او جبهه كويس. جميل.
كل الكلام ده مش موجود في اغلبيه لعيبه مصر. طب تفتكر الثقافه العامه بتاثر على الثقافه الكرويه؟ طبعا طبعا، نتفق مليون في الميه. التعليم لو انت متعلم متعلم ده طبعا بيوسع افقك. يعني بيوسع افقك، بس خلي بالك في ناس مش متعلمه، ده بس استثناء استثناء. لكن القاعده الاساسيه لو انت مكمل تعليمك بغض النظر، مش لازم تبقى دكتوراه كمدرب كتير، مش لازم دكتوراه بالظبط، لا مكمل تعليمك وتعليم عالي بتوسع افقك شويه، بيفرق معاك كمدرب. لا مدرب طبعا بتفرق، لازم المدرب يكون متعلم. لا بيفرق معاك كمان مع اللعيبه، اللعيبه لما يكون هو عنده استيعاب لفكرك اكيد هو ثقافته عاليه، بقى في قمه التعاون، وعي ثقافي كبير، تعاون وبعارف هدفه ايه وشغلته ايه. بس ده بتصدم فيها يعني. من الحاجات مثلا المعوقات اللي انا بقول لك عليها من ضمن الشغل يعني، لكن لازم نهتم بقطاع الناشئين، بمدربين قطاع الناشئين. عندنا الماده كويسه يعني، خامه اللعيب المصري كويس جدا، عندنا الماده، بس الماده دي انت بتشكلها ازاي؟ على حسب مدرب الناشئين. ما بيشكل اللعيبه خلاص، بيتحفر معتقدات راسخه وتبقى يمكن تبقى مصديه بالظبط ويطلع لك بيها بالظبط. احنا اتكلمنا قبل كده، مش عارف اتكلمنا انا وانت، دايما احنا بنتكلم في تفاصيل تفاصيل الكوره يعني، وبستمتع بالحديث معاك. اتكلمنا قبل كده ان فعلا اللعيبه حتى مش في مصر، حتى في العالم كله اللعيبه يعني لو قسمناهم هنقسمهم ثلاث فئات يعني، فئه استثنائيه زي ميسي وكريستيانو وندخل معاهم محمد صلاح يعني، ثلاث اربع لعيبه، وفئه عاليه شويه اللي هي الفئة التانية، وفئة بقى كلها في العوام يعني، كلها بيشكلها بس مدرب. ما هو دي خلي بالك، ما دي دي ده شغل المدرب. ما هو في بتبقى مواهب كده فزة بتبقى قليلة جدا ويمكن ما تبقاش عندك في الفرقة. بس حتة تطور الأداء التكتيكي الجماعي بالنسبة للفرقة وقابلية اللعيب عشان يتطور، ما دي خلي بالك، أنا ممكن أبقى مدرب عالي جدا وأنت بتصطدم مع واحد جاهل جدا بالظبط. فخلاص أنت شغلك بيجي عند وقت معين ومساحة معينة، بكلمك في الملعب، مساحة معينة في الملعب بيحصلها بتتقتل، بتتقتل الشغل اللي أنت عامله، فيبان المدرب ده ما بيشتغلش. فأنت بتحاول على قد ما تقدر تطور من أداء اللعيب يتوافق مع الشغل بتاعك. اكيد بس اكيد هي منظومه متكامله يا كابتن، لو نقص منها حاجات، مش هقول حاجه يعني، ممكن حاجه ماشي. هو مثلا لما تيجي تتكلم مثلا عن نادي الاهلي، نادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت ما كانش مهتم بقطاع الناشئين قوي يعني، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان في كلام لكن ما كانش فيه تدخل فعلي، ما فيش تدخل فعلي في المشاكل الكبيره لان النادي الاهلي احنا كلنا، انا طالع من الناشئين الاهلي، كان فرقتي مثلا او الفرقه اللي فوقيه والكلام ده فيها بتاع 7-8 بتأيدوا فوق، ده ما بيحصلش. وخلي بالك مش تقليل من قطاع الناشئين ومن البتاع، لا ما فيش اهتمام وما فيش رؤيه في الحته دي. دلوقتي انا شايف ان بقى فيه اهتمام يعني، دخلوا كابتن علي عبد الرحمن مدرب اصلا دوري ممتاز وفي السعوديه، وكابتن عمرو انور، الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، الكابتن هاني رمزي، يعني بقى فيه ناس اولا محتكه وشغاله مدربين على اعلى مستوى ابتدت تنزل تحت. ما هو ده اللي عايزينه المدربين الكبار اللي فعلا لازم ينزلوا تحت. ومش ده تقليل من المدرب، المدرب بيشتغل في اي حته، ده هو اهم حاجه، انت طلع لي حد بس فاهم بالظبط، طلع لي تشكله لي تشكيله، لان خلي بالك اللعيب اللي طالع من قطاع الناشئين بيبقى عنده انتماء قوي جدا للفرقه اللي بيلعب فيها درجه اولى بالظبط، ما بيبقاش انتماء بالزبط. ما بيبقاش انتماء للماده الفلوس يعني، اكتر بيفرق كتير جدا، بتفرق كتير، ممكن يضحي بحاجات كتير قوي عشان النادي اللي اتربى فيه. حلوه الكلمتين دول، حلوين قوي حلوين قوي. واحنا لسه كنت بتكلم مع كابتن فتحي مبروك من شويه واتكلمنا عن قطاع الناشئين، الكلام اللي باكد عليه الكابتن احمد سامي كلام في منتهى الاهميه، اللعيب اللي طلع لك من قطاع الناشئين لعيب طالع متمرمط في تراب الاهلي، شارب دم الاهلي ولون الاهلي وريحه الاهلي وكل حاجه في الاهلي، عشان كده المؤثرات اللي هتاثر عليه بعد كده ماديا مش هتلاقوها خالص فيه يعني، هيضحي زي ما كابتن احمد سامي بيقول، هيضحي بحاجات كتير قوي عشان يقعد في النادي الاهلي، وده بنشوفه فعلا وحصل. مش عايزين بقى نتكلم، مش مجال حديثنا. شايف شكل الدوري السنه دي ازاي؟ الدوري السنه دي طويل و25 القايمه اللي عملها اتحاد الكوره دي حاجه مفيده للكوره المصريه، المفروض ما يبقاش كل سنه بشكل، المفروض خلاص 25 تبقى معروفه كمان 10 سنين، لو رحنا كمان 10 سنين قدام في المستقبل تبقى 25 برضه. قوت الفرقه وسقطت ناس من فرق كبيره، قوت فرق صغيره. دي عملت حته ان انت ما بقاش متوقع مين اللي هيكسب في الماتش، حتى لو الاهلي بيلعب او الزمالك بيلعب او اي او الاسماعيلي بيلعب او المصري بيلعب، ما بتعرفش مين من قبل الماتش مين اللي هيكسب. غير السنه اللي فاتت الاهلي خد الدوري من الدور الاولاني، السنه دي بتهيألي هيبقى في تنافس شويه. تنافس شويه، يعني شايف شكل المنافسه مختلف.
مختلفه. طيب انا هسالك لسه معانا اسئله كتير، لكن امير هشام عايز يسالك سؤال. تعال نشوف امير هشام هيسالك يقول لك ايه. يلا اتفضل امير. شكرا يا كابتن ميدو، برحب طبعا بالكابتن احمد سامي، وعايز اساله في البدايه عن المكتسبات اللي اكتسبها النادي الاهلي في الموسم او مع بدايه الموسم ده بالتحديد، في ظل تواجد مدير فني جديد بقياده مستر باتريس كارترون. النادي الاهلي قدر ان يفوز في اول مباراتين مهمين جدا في الموسم الجديد في بطوله دوري ابطال افريقيا على فريق تاونشيب، وتعادل مباراه امام الاسماعيلي، وفاز في مباراه غايه في الاهميه امام فريق المصري. المكتسبات اللي حضرتك شايفها من خلال هذه المباراه تتمثل، او من خلال هذه المرحله بالتحديد تتمثل في ايه؟ والسؤال الثاني اللي عايز اساله حضرتك هو خاص بمنتخب مصر، وخلاص في مدير فني اجنبي مستر اجيري مدير فني مكسيكي تولى المسؤوليه، لكن هل حضرتك كنت مع الاتجاه بان المنتخب يكون ليه مدير فني اجنبي، ولا كنت مع الاتجاه الاخر والخاص بان يكون في مدير فني وطني للمنتخب المصري؟ تمام. يعني امير هشام بيقول لك ايه المكتسبات اللي اكتسبها النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع قدوم باتريس كارترون كمدير فني، والسؤال الثاني اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر اجيري المكسيكي. هو يعني كان كارترون لما جه النادي الاهلي بيلعب بسيستم فني تكتيك في الملعب مختلف شويه. كان بيلعب عبد الله السعيد موجود، وكان في لعيب بلاي ميكر بيعتمد على البلاي ميكر. سيبك طبعا بيبقى فيه تحركات تكتيكيه للاطراف ونص الملعب وبيكمل السوليه والكلام ده، بس كانت الـ 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 الاهلي كان فيه بلاي ميكر متفوق على نفسه. يعني وعصر اجيال، يعني عصر الكابتن ابو تريكه، وبعد كده قعد شويه الكابتن ابو تريكه اتفرج عليه، وبعد كده يعني ايه زي ما تقول يعني ايه عبد الله السعيد استوى. تمام. فلما جه باتريس الاول قول لي رايك فيه الاول. اولا هو من احسن حاجه فيه ان هو هادي طبعا. عشان كده بياخد قرارات سليمه. تمام. نمره اتنين، اولا اللعيبه كلها بتحبه. حلو. ده حتى كان في وادي دجله كده. اولا بيشارك الجهاز المعاون، في خلي بالك في ناس بتيجي بتبقى ديكتاتوريه في بيشارك كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان. دي حقيقه. من ناحية تكتيكية مدرب تكتيكي عالي جدا. يعني جميل. من اتفرجت عليه في وادي دجلة، وحتى الفرقة مازيمبي كمان كان يعني من ناحية تكتيكية كان كويس جدا. حتة بقى المشكلة اللي حصلت ان هو جه مسك الفرقة، طبعا كان في لعيبة مشيت زي عبد الله سعيد، وكان في لعيبة متعورة، وكان مطالب ان هو يكسب ماتشين افريقي. وصعبين جدا. صعبين جدا على الحالة العامة اللي كنا فيها. جاب كولوبالي بالظبط. مع تحفظي عليه. انا بوجهة نظري الفنية ما تاخدش حاجة، بس انا مع تحفظي عليه، بس نفعه في ماتشين افريقي. تحفظك في ايه؟ يعني خليها دلوقتي انا عشان ما نخشش في القصه. طيب. عشان ما نقيموش. اوكي ماشي. بس نفعه في ماتشات في الماتشين بتوع افريقيا. نفعه اولا طويل. محتك في افريقيا، لعب كتير. هو اصلا عارفه، فالولد ليه انتماء كبير جدا ليه. بالظبط. فعرف يشكله بطريقه ونقاه. حته بقى بدايه الدوري هيشتغل بقناعاته الشخصيه ولا بالماده اللي معاه، هي دي بقى اللي تفرق. اشتغل ماتش الاسماعيلي بقناعاته الشخصيه، فعشان كده بني الاهلي مش في مستواه. لا فهمني. افهمك. النادي الاهلي بيعتمد على بلاي ميكر. اوكي. باتريس كارترون بيعتمد على كور جناحات داير بول. كور قطريه قطريه طويله، بس مش اللعب الانجليزي. اللعب المباشر اللي هو يوصلك للجون بسرعه. هو الناس فاهمه غلط. اوكي. الناس فاهمه غلط ان اول الكره ما تعلى يبقى لعب انجليزي. لا، هو بيشتغل على شغل قطري، يمكن اللعيبه ما استوعبتش. لعب مباشر بس على اطراف مش من عمق. بالظبط. لعب عالي في ظهر الباكات، بيبقى تحركات معينه بتاخد لبره، وهو بيتلعب اللي هو انا عايز اوصل للجون بسرعه وقت. عشان نسهلها للناس. اسرع وقت. بالظبط. في اسرع وقت. تمام. بس ده اللعيبه ما نفذتوش ماتش الاسماعيلي كويس. عايز وقت، اللي هو ما كانش معاه وقت ان هو يشتغل من ناحيه تكتيكيه بقناعات. ده عايز مثلا استحواذ شويه في نص الملعب واعمل القصه دي. تمام. الماتش الاسماعيلي اشتغلوها بدري. بقى من كولوبالي طويل على طول، من الشناوي الجون طويل على طول. فبقت مقريه بالنسبه للاسماعيلي. فابتدى الاسماعيلي يقف ورا ومستني الكره الثانيه فبتجيله، فالنبني الاهلي مش في مستواه. وحته الناحيه الجماليه في الاستحواذ والكلام ده اللي متعود عليه بقاله 3 4 5 سنين
ورا بيشتغل بيها ما بقتش موجوده. وده بان في ايه؟ ان حته البلاي ميكر لما كانت بتوصل لناصر ماهر كان بيبان خطوره الاهلي. لكن الطريقه دي مش محتاجه بلاي ميكر. محتاجه لعيبه اقوياء، اطراف اقوياء، تحركاتهم سريعه. تشتغل الشغل بتاع جه ماتش المصري. المصري. ماتش المصري ماتش المصري ساعد الاهلي شويه. بس رجع مين؟ الثلاثه اللي هم اصلا بقى لهم خمس سنين بيلعبوا مع بعض، اللي بيشتغل الاستحواذ، اللي بيشتغل بتاع، مش هيقدر يلعبوا اللعب ده. انا بقول لك بمنتهى الصراحه كل حاجه. قول لي تمام. فتحي وعاشور والثالث اللي كان غايب مين؟ السلاية ولا مين؟ وليد سليمان. وليد سليمان. الثلاثه دول مش هينفعوا يلعبوا اللعب ده، خصوصا ان هم بقى لهم خمس سنين بيلعبوا بطريقه مختلفه. تمام. فابتدى الاهلي يستحوذ في نص الملعب. بص برجاوي، يعني برجاوي بقى برجاوي برجاوي حاجه جميله جدا، يعني كلام على طول تلاقي على طول. الله ينور يا برجاوي. فاستحواذ وابتدى يشتغلوا الشغل بتاع النادي الاهلي. مش زي الاول، بس الريحه موجوده في النواحي التكتيكيه. جميل. فالمصري الاهلي الشوط الاولاني يكسب 2-3-0. دي حقيقه. الشوط الثاني ابتدينا، لان الراجل برضه خلي بالك برضه في نقطه النواحي النفسيه. الراجل عايز يحبب جمهور الاهلي فيه. الراجل ما بيشتغلش بمنتهى الثقه، خلي بالك. ليه؟ هو عايز يكسب، مش بقى عارف لو هو بقاله سنه مع النادي الاهلي والكلام ده وبيشتغل ماتش المصري يطلع الماتش ده بسكور. لكن هو عايز ايه؟ كسب اتنين فهو ابتدى يرجع ويقفل، لا انا اكسب، عايز ياخد ثقه الجمهور الاول، عايز يعمل رصيد. بالظبط. يعمل رصيد لنفسه. بالزبط. على اساس ان هو لو اشتغل من ناحيه تكتيكيه الجمهور يستحمله. بالظبط. بالظبط. كلام جميل جدا. كلام جميل جدا. قعدت اتكلم معاك في النهايه، انا عارف ان احنا مش هنخلص النهارده. طيب يعني من مكتسبات باتريس كالديرون عشان نتكلم مع نرد على سؤال طلعك خلاص بقى في افريقيا، انت خلاص في المنافسه في الصوره. نمره 2 ضيع ماتش الاسماعيلي اللي كان اوت اوف تكتيك خالص. بقى ماتش المصري وجه جديد للاهلي. يقدر يبني عليه الفتره الجايه في بطوله عربيه وتكمله الدوري. شايف ناصر ماهر ازاي؟ ناصر ماهر الناس مستعجله عليه عشان عايزه تنسى عبد الله السعيد. لا انا عايز اقول، انا بكلمك بس بمنتهى الامانه. أوكي. انا ما عبد الله السعيد الجمهور الاهلي كان بيحبه جدا. هو عمل مشكله، فالاهلي مليان لعيبه ما بيقفش على حد. دي على مر العصور، وحتى لو في 3 4 بطلوا من الفرق الكبيره دلوقتي النادي الاهلي هياخد بطولات برضه. لكن انا بتكلم حته ان عبد الله السعيد كان هو محور الاداء. دلوقتي في ناصر ماهر عمل السنه اللي فاتت مع سموحه كويس قوي، وكان بيشتغل لعيب بلاي ميكر، بيشتغل ورا الديفندرات كويس قوي، بيتحرك في جبهات وبيعمل جبهات، بس هو الاحتكاكات البدنيه، خلي بالك الاحتكاكات البدنيه دي بتفرق مع اي فرقه. لو انت جبت وزعت ال11 كده في كل مساحه، انا مع ميدو بلعب في مساحه واحده، انا باك ليفت وهو باك رايت او طرف يمين، وانا بشتغل بس انا متفوق بدنيا عليه في المساحه دي، يبقى انا المساحه دي انا كسبتها كنادي الاهلي. جميل. المساحه الديفندر، المساحه حط ال11. جميل. عنده مشكله في الاحتكاكات البدنيه. ما بيقدرش يحافظ على كورته. عنده مخ ذهني عالي جدا وكره عاليه، بس الحته البدنيه في الاحتكاك والكز على السنان واحمي كورتي لا لسه شويه. ودي سهله يا كابتن. سهله بس لازم يبقى يصدقها. ما خلي بالك انا لازم ابقى مؤمن بنفسي. بالظبط. وبفرقتي وباسم نادي. بالظبط. ابتدي اكسر الدنيا. جميل. لكن انا مش مؤمن بنفسي قوي، انا حاسس ان الموضوع كبير عليا ان انا العب في ستاندنج في نادي الاهلي. وده بيبان من الاحتكاكات البدنيه. لسه هو مش مصدق ان هو اساسي في نادي الاهلي. جميل. انا عايز بس اكد على كلامك، انا كان ليا حديث مع محمد يوسف اتكلم نفس الكلام ده بالظبط. بالظبط. قال لي بس بدنيا هتلاقي حاجه مكسره احتكاكات بس خلي بالك هي تكنيكال. يعني مش لازم ابقى انا عندي عضلات وعندي مش عارف ايه ورجلي قد كده، لا هي تشغيل مخ، انا بستعمل جسمي ازاي في حمايه الكوره. احنا لسه بنقول ناصر ماهر بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الله السعيد كان 32 و33 سنه لما لا ده خمر قاعد لابو تريكه لغايه ما بقى تقيل. بالظبط. شايف الدنيا قدامه. بالزبط. لكن دول طالع مره واحده، الناس مستعجله عليه مره واحده. وكمان واقعية ناصر ماهر
في الايام اللي احنا فيها دي مختلفه عن عبد الله سعيد؟ كان في جمهور وكان في سند وكان في ما هو قبل ما يتقل راحت بال قبل ما يتقل لازم كارتيرون يلعب بقناعته. يعني ايه؟ يشتغل ممكن بثلاثه ديفندر بطريقه معينه اربعه او تتطور 4-1-4-1 باللي هو كان بيلعب بيه فترات كتير قوي. لو اشتغل فيه واللعيبه شربته هنستغنى شويه عن حته المركزيه اللي تحت الفيرود اللي هي البلاي ميكر الاهلي بيعتمد عليه بقاله 5-6 سنين. لو شلناه هيبتدي يتقل. لما تيجي تحتاجه في نواحي تكتيكيه تغير تكتيك ولا حاجه تاني تلاقي ناصر ماهر ده قصه تانية. طب احمد حمدي؟ احمد حمدي لعيب كويس. بس احمد حمدي لعيب فردي. فردي؟ انا يعني خلي بالك قابلته في 97 كتير. لعيب حاسس ان هو مظلوم دايما ان هو ما بيلعبش ان هو بعيد المفروض يطلع درجه اولى. مشكله دي مشكله. لا ما هو دي ما هو انت طريقه تفكير اللعيب لو انت ما عالجتهاش مش هتعرف تطوره اداء فني. لسه بقول لك هو دي مشكله لازم المدرب يتدخل فيها بسرعه جدا عشان يحل. مش مدرب، دكتور يقعد معاه. يعني لان ده وخلي بالك ما بيجيش. يعني انا ممكن يبقى ميدو انا مدربه دلوقتي وهو لعب ماتش وانا شايفه كمدربه اللي المفروض انا المرايه بتاعته ما يبصش انا البوصله بتاعته. بيقول له انت وحش النهارده ميدو ويروح يطلع بره يقعد بقى مع والده ومع والدته ومع اصحابه. انت كنت كويس، انت كنت هايل، انت كنت هايل. فابتدى دماغه يلعب. والناشئ ده عايز دكتور يتعامل معاه عشان يبتدي يعلله طموحه واحده واحده. دي حقيقه. لكن هو المشكله في ايه؟ المشكله ان هو فاهم ان دماغه كبيره قوي على جسمه صغير. فعمر الجسم الدماغ الكبيره دي ما هتتحكم في الجسم ده. لو انا خدت احمد حمدي واحده واحده او اي لعيب هايل تطوعه في اللعب الجماعي يبقى لعيب هايلين 3-4. لكن هو فردي مش هيشتغل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قوته في اللعب الجماعي في الجماعيه مع قوه افراده. طيب السؤال الامير الثاني كان لحضرتك عن اجيري المدير الفني لمنتخب مصر. مش متفائل بالمدرب الاجنبي خالص. المدرب المصري هو راجل المرحله. كان في اتجاهين، مدرب اجنبي وكان حسام حسن. يعني عشان نلخص القصه، حسام حسن ايه المشكله؟ يعني مش عارف كل شويه يطلع واحد يقول لك ايه استنى هتيجي هتيجي. يعني مش فاهم يعني ايه. خلاص الراجل تقل وشايفين الجمهور كله عايزه والكلام ده. خلي بالك عندك قصه، عندك مدربين لعيبه محترفه كتير ينقصهم ايه؟ ينقصهم الروح. دي اللي مش هيعملها. انسى، عايز الفتره الجايه روح معنويه. يعني مش تقليل من كابتن حسام. كابتن حسام دلوقتي غير كابتن حسام من 5 سنين. اكيد كابتن حسام تطور من الاداء التكتيكي. بقى بيذاكر، بقى بيشتغل كويس، بقى من ناحيه تكتيكيه بقى في تغييرات كتيره. ويمكن هو عشان دماغه شغاله قوي ماتش الاهلي غلط غلطات كبيره. مخلي بالك انت لما بتوصل لمرحله ان انت من ناحيه تكتيكيه تبقى كويس، ابتدى غير التكتيك بتاع الفرقه في ربع ساعه 3 مرات. فحصل شك في المصري. ده ملاحظها. يعني انا يعني شايف ده كويس. الماتش 3-0. ما هو كان الاهلي ممكن يعمل نتيجه بسكور بالظبط. وعشان التغييرات التكتيكيه في ربع ساعه، انا بجيب ميدو بلعبه ديفندر، طلعه تحت الفرود اروح منزله ديفندر. لا بيحصل شك في الاداء التكتيكي. فانا مش شايف ان اجيري كان لازم نصبر شويه ندي فرصه لمدرب مصري، خصوصا ان مفيش تصفيات دلوقتي، في تصفيات افريقيا بس. لكن انت مش متفائل؟ لا مش متفائل طبعا. مش متفائل. طب تفتكر يعني انت بتوديني في حتت انا بتكلم. وبعدين وفروا الدولارات دي كلها، يعني فلوسهم كتيره وفروها. مدرب مصر مش هياخد بقى 120,000 دولار وثلاثه اربعه معاه بياخدوا لهم 100,000 دولار، واحنا بنقول تقشف والبلد والكلام ده. معاكم فلوس زياده، طب وفروها ودعموا في منتخبات الناشئين اللي عماله بتطلع. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. لان احنا بتبتدي تشتغل مع المنتخبات. خلي بالك المنتخبات دي طول ما هي بتروح لكاس العالم وهي طول ما احتكاكاتها انت بتعمل فريق تاني للمنتخب. انت شفت الجيل بتاع عماد متعب كان عامل ازاي؟ طلع كسر الدنيا. المنتخب اللي هو بتاع منتخب كابتن شوقي. لانك بادئ من بدري، بيبقى فيه تركيز. اولا المدرب لازم يبقى عنده وقت المنتخب عشان يعرف ينقي ويروح محافظات والكلام ده. انا ما بعرفش حد. بس انا لكن انا الحته دي برضو مشكله. يعني انا اوفر الدعم كله عشان اعمل بطانه كويسه. خلي بالك البطانه عندنا في كل حاجه دي مش كويسه. دي حقيقه، دي حقيقه. ما بحبش اقول رايي بس انا متفق معاك تماما. حسام حسن خسر الماتش بس او لا خسر الماتش تكتيكيا زي ما حضرتك بتقول، ولا نفسيا من المشاكل اللي كانت عنده وكان بيتكلم فيها؟ انا بتهيألي كابتن حسام بيخسر معاه مفتاح الباب. يعني نادرا ما بتلاقي مدير فني وجهاز فني
معاه المفتاح بيفتح النادي وهو خارج بيقفل النادي. يعني ايه؟ يعني انت ما كنت ممكن ما تكونش سمعت تصريحات، كانت تصريحات كثيره جدا بس عكس ما حضرتك بتقول. سمعت تصريحات بس انا طبعا هو كابتن حسام من الشخصيات اللي لازم بيعمل الحاجه اللي في دماغه. انا دايما بتشرف بيك، ربنا يخليك، وبستمتع بالحديث معاك والله. ربنا يخليك، وان شاء الله كده تروح مكان تلاقي فكرك فيه، وان شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يخليك، نورت وشرفت، ربنا يخليك. قبل ما اطلع لامير هشام بشكر حضراتكم جدا مع الكابتن احمد سامي، كانت فقره مميزه جدا. كل التوفيق للكابتن احمد سامي فيما هو قادم. نروح للزميل امير هشام. بشكر كابتن احمد سامي، اكيد كان لقاء وحوار ممتع وشيق، وفتحته فيه العديد من الملفات الهامه اللي بتهم كل جمهور الكره المصريه بشكل عام. لكن دلوقتي جه ميعادنا مع فقره اخرى من ضمن فقرات برنامجنا اليومي، برنامج الاهلي الليله، وهي فقره هامه جدا وخاصه بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فقره اكيد هنتكلم فيها عن جمهور النادي الاهلي، هنسمع فيها كمان الجمهور حابب يقول ايه لفرقته، وبالتحديد كمان السؤال المهم جدا وهيطلع نشوفه في التقرير اللي جاي ده، الاهلي بيمثل لك ايه؟ شوف التقرير. النادي الاهلي هو النادي الاساسي للشعب المصري، ولذلك اغلبيه الشعب المصري كله اهلاوي. النادي الاهلي ده انتماء، الثالثه شمال. النادي الاهلي ده العشق، الاحترام. النادي الاهلي ده مهما تتكلم عن عمرك ما تديله حقه ولا توصفه بامانه. يعني النادي الاهلي يعني بيخلي الواحد يعيط، يفرح. يعني الاهلي اسد. من صغري وانا نشات على تشجيع النادي الاهلي، يعني انا بشجع النادي الاهلي اساسا بالوراثه. بالوراثه. طبعا انا كابتن خطيب، كابتن طاهر، كابتن متعب، دول النماذج بتوعي بتوع النادي الاهلي بالامانه. الواحد بينتمي للنادي الاهلي، الكيان نفسه يعني، والمبادئ والقيم بتاعت النادي ورؤساء النادي على مر العصور كلهم. حتى يعني ابسط حاجه ان كابتن محمود الخطيب بعد ما مسك على طول، يعني ابسط حاجه بيقدم الشكر للمجلس اللي قبله، والمجلس اللي قبله بيدعمه. الاهلي ده حياه، الاهلي ده كيان، الاهلي ده انا متربي عليه من صغري، الاهلي اتربيت عليه من صغري، وابويا وامي والجماعه عندنا كلهم بيعشقوا النادي الاهلي، بيعشقوا حاجه اسمها اهلي. الاهلي ده كيان، الاهلي ده يعني انا عايش، يعتبر عايش على حسه. الاهلي ده بعشقه، وهو اللي خلاني اعشق كره القدم بصراحه. النادي الاهلي علمني حاجات كتيره قوي، انا خدت اخلاقيات النادي وماشي بيها في الشارع، بتعامل مع جمهور الشارع او الشعب المصري باخلاقيات النادي الاهلي وقيم ومبادئ النادي الاهلي، من اول مجلس اداره مرينا بيه لحد وجود الكابتن محمود الخطيب والعمر فاروق وكل الزعماء دولت. يعني اهلنا واصحابنا وجيراننا، ما يكون في ماتش مثلا زي الاهلي والزمالك، ماتش نهائي، ماتش زي ماتش عماد كاس الكونفدراليه ده، عمري ما هنساه الصراحه. كنا قاعدين لحد الدقيقه، انا وعيلتي كنا قاعدين في بيتنا لحد الدقيقه 90 كده تقريبا، لما متعب جاب الجون في اخر ثانيه في الدقيقه 90. دي كانت الفرحه الوحيده اللي في النادي الاهلي، عمري ما هنساها اطلاقا على الاطلاق. فرحه الاهلي، فرحه الجيران، فرحه اللمه، فرحه الصحاب. النادي الاهلي مبادئ وقيم والذكريات الجميله. كان جون ابو تريكه في الصفاقسي، كان في نهائي دوري ابطال افريقيا، وده جون ما يتنسيش. وجون عماد متعب في الكونفدراليه في اخر دقيقه برضه في النهائي. فطبعا ده نادي مبادئ وقيم، واحنا بنشجعه عشان نادي مبادئ وقيم، وبنحب النادي الاهلي. طبعا زي ما شفنا في التقرير كده، النادي الاهلي بيمثل ايه لجمهوره؟ اكيد النادي الاهلي نادي كبير وكيان كبير جدا، وفخر لاي فرد ان هو يشجع كيان بهذا الحجم والتاريخ الكبير جدا. يكفي بس ان كل جمهور النادي الاهلي بيبقى مستني المباريات الرسميه بالنسبه للنادي، بالنسبه لهم بيبقى يوم عيد ان هم هيتفرجوا على روح الفانيله الحمراء من خلال فريق النادي الاهلي في مختلف الالعاب كمان، مش فريق كره القدم فقط. دي كانت فقره مهمه جدا خاصه بجمهور النادي الاهلي اللي سمعناه من خلال هذا التقرير. لكن هنروح لاخبار اخرى، وخبر بالتحديد خاص بنجمنا المصري المحترف في ليفربول الانجليزي محمد صلاح، فخر كل المصريين وكل العرب، واللي النهارده تم ترشيحه كافضل مهاجم في بطوله دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.
بجوار طبعا نجمين كبار جدا، سواء كريستيانو رونالدو اللي كان لاعب في ريال مدريد في هذا التوقيت او في هذه البطوله بالتحديد قبل انتقاله ليوفنتوس، وايضا ليونيل ميسي المهاجم الارجنتيني ونجم برشلونه والنجم العالمي طبعا اكيد شيء جيد جدا محمد صلاح، بس يكون متواجد وسط اسمين كبار زي دول. نتمنى ان هو يكون موفق في حصد هذا اللقب او هذه الجائزه، خصوصا محمد صلاح قدم موسم سابق كان مميز جدا من خلال احرازه في بطوله دوري ابطال اوروبا بس 10 اهداف بالتساوي مع فيرمينيو وساديو ماني. في المقابل رونالدو احرز 15 هدف، ميسي خرج شويه من البطوله بدري شويه من البطوله، لكن مرشح او يبقى مرشح ليونيل ميسي لينيل هذه الجائزه. في هذه اللحظات معايا الناقد الرياضي الكبير وصديقي العزيز دكتور عادل كريم والمتابع الجيد جدا لبطوله الدوري الانجليزي. يا دكتور عادل مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، اهلا بيك. ازيك اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. طبعا عايز اخد تعليقك على ترشيح محمد صلاح لجائزه افضل مهاجم في دوري ابطال اوروبا، شايف الخبر ده في حد ذاته ازاي، وخصوصا ان هو بيجاور او بينافس على هذه الجائزه مع كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ هو الحقيقه ده يعني تتويج للموسم الخيالي او الاستثنائي اللي عمله محمد صلاح الحقيقه الموسم اللي فات. احنا يعني الحمد لله بعد ما كنا بس بنحلم ان يبقى عندنا حد يبقى موجود في الانديه الكبيره، بقى عندنا واحد بينافس بالزبط. موجود في العشر المرشحين للقب احسن لاعب في العالم من الفيفا، وموجود دلوقتي من ضمن الثلاثه المرشحين لاحسن مهاجم في اوروبا او في الموسم الاوروبي اللي فات مع كريستيانو رونالدو ولينيل ميسي. يعني زي ما انت قلت يعني هو كفايه بس ان هو الثلاثه المرشحين رونالدو وميسي وصلاح، دي اللي حضرتك فيها يعني. اعتقد طبعا ترشيح في محله لان صلاح عمل بطوله مميزه جدا في دوري ابطال اوروبا، وصل النهائي مع ليفربول، واعتقد ان لو اصابته في النهائي في بدايه المباراه كان ممكن يبقى حظوظ ليفربول افضل في الحصول باللقب في النهائي. وكان المباراه يمكن حتى لو فاكرين اول نص ساعه في وجود صلاح كان ليفربول هو المسيطر، وبعد خروج صلاح الموضوع اتقلب تماما. اعتقد لا طبعا ترشيح زي ما قلت لك يتوج الموسم الرائع جدا لصلاح، ممكن يكون كريستيانو رونالدو حظوظه اعلى للفوز باللقب بصفته هداف البطوله وبطل البطوله، لكن مجرد وجود صلاح في الثلاثه مرشحين للقب احسن مهاجم، واعتقد ان هو كمان هيبقى موجود في المرشحين للموست فاليبل بلاير او احسن لعيب في البطوله عموما، ودي طبعا هتبقى حاجه عظيمه جدا بالنسبه لصلاح، واعتقد كمان تديله دفعه معنويه حلوه قوي مع بدايه الموسم اللي هو هيبدا بكره ان شاء الله. ان شاء الله. طب بمناسبه بدايه الموسم واللي هيبتدي ان شاء الله غدا في البريمير ليج وبطوله الدوري الانجليزي، اكيد بطوله مهمه كلنا هنتابعها عشان كمان نجمنا المصري محمد صلاح. عايز اسالك سؤال ذو شقين، الشق الاول خاص بمحمد صلاح، هل تتوقع تالقه على نفس غرار الموسم الماضي ويقدر يحرز هداف الدوري واحسن لعيب في بطوله الدوري؟ والسؤال الثاني، شكل المنافسه في بطوله الدوري الانجليزي الموسم الجديد شايفها ازاي، وبالتحديد لليفربول اللي دعم صفوفه باكثر من لاعب، حوالي 4 لاعبين مهمين جدا في فتره الانتقالات الصيفيه؟ طيب لو بدانا بصلاح يعني اتمنى طبعا ان شاء الله ان هو يتالق تاني السنه دي، واعتقد ده متوقع باذن الله، لكن فكره انه يعمل نفس الارقام تاني اعتقد هتبقى صعبه شويه، لان اكيد هيبقى عليه رقابه قويه جدا، حتى ده شفناه كمان في الماتشات الاعداديه للموسم، يعني الماتشات اللي هي البري سيزون او اللي قبل بدايه الموسم كان في رقابه قويه جدا على صلاح من كل الماتشات اللي اتلعبت، ومع ذلك هو قدر اعتقد يحط 3 اهداف في الماتشات الوديه وظهر بشكل كويس جدا. هيبقى في ضغط كبير عليه، حتى يورجن كلوب نفسه قال ان صلاح ما اعتقدش انه هيجيب نفس الارقام تاني، لكن هيفضل واحد من نجوم الفريق. اتمنى ان احنا نوصل على الاقل للرقم 20، يعني ممكن نكمل يعني ما نوصلش بقى لل 40 وال 50 اللي عملناها السنه اللي فاتت دي، بس يعني اتمنى نوصل ان احنا نجيب يعني صلاح يكمل على 20 هدف على الاقل باذن الله، وهو يقدر يعمل ده في الموسم ده. بالنسبه زي ما انت قلت المنافسه، اعتقد ليفربول وحتى كلام العالم كله دلوقتي ليفربول مرشح بقوه انه ينافس على اللقب السنه دي، اللقب اللي غايب بقاله 29 سنه واللي هو اخر بطوله كانت سنه 90، يعني من زمان جدا بالظبط كده بالظبط، ويمكن هو اولويه كبيره جدا عند ليفربول السنه دي، حتى يعني كان في زي استفتاء كده لجمهور ليفربول يعني اتفضلوا تفوزوا بالشامبيونز ليج ولا بالدوري، كله تقريبا قال الدوري، يعني كله عايز الدوري مش الشامبيونز ليج. السنه دي طبعا في وجود مانشستر سيتي تقريبا القوام الكامل بتاعه، ما بيلعبش غير برياض محرز فقط، لكن هو فرقته تقريبا كامله. تشيلسي عمل صفقات قويه في اخر يومين، يعني كان طول الموسم مش موجود، لكن صفقات اخر يومين عمل صفقات كويسه جدا مع وجود موريتو سكالي طبعا المدرب الايطالي. ارسنال برضه عمل شويه صفقات كويسه، يونايتد يمكن هو الوحيد اللي ما عملش صفقات خالص غير ما عدا فريد البرازيلي. لكن اكيد هي منافسه قويه جدا، لكن اعتقد في كل الترشيحات ان ليفربول وسيتي هم اقوى اقرب فرقتين للمنافسه على ان شاء الله. نتمنى اكيد ليفربول هي اللي تفوز ببطوله الدوري عشان نجمنا المصري محمد صلاح، وعشان انت كمان بتشجع ليفربول من زمان انا عارف. بشكرك يا دكتور عادل. طبعا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي الكبير، ويمكن قال لنا اطلاله سريعه كده على بطوله الدوري الانجليزي اللي هتنطلق ان شاء الله غدا، كانت مكالمه ومداخله مهمه جدا، وكان خبر مهم جدا تواجد محمد صلاح طبعا كافضل مهاجمي بطوله دوري
ابطال اوروبا بينافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. رونالدو يمكن اقرب شويه، لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح. دي طبعا كانت فقرتنا النهارده، لكن خليني اقول لكم ان هيكون معانا بعد قليل كابتن خالد العوضي، هيستضيف كل من الكابتن ناصر زهران المدير الفني لسكواش النادي الاهلي، وايضا الكابتن مصطفى عسل لاعب سكواش بالنادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. شكرا على كل جماهير النادي الاهلي وفقره الالعاب الاخرى. النهارده معانا استعدادات فرق النادي الاهلي للبطولات المختلفه. نبدا بالاخبار ونبدا باول خبر عندنا النهارده. فريق كره اليد او فريق هاندبول بالنادي الاهلي بقياده المدير الفني كابتن عاصم حماد اللي بيستعد لبطوله افريقيا والدوري العام. عنده استعدادات كثيره، لكن هو عنده شويه مشاكل، ان في 8 دائما وابدا النادي الاهلي بيمد المنتخبات المصريه بلعيبه كتيره. عندنا 8 لعيبه في المنتخبات المصريه، عندنا اسلام حسن، عندنا عصام الطيار، وممدوح طه، ابراهيم المصري، عمر حجاج، عمر الوكيل. كل دول بيبتدي هو ياخد لعيبته لحته تانية، بيبتدي يجهز اللعيبه الصغيرين للبطولات اللي جايه. نتمنى من فريق الهاندبول استعاده البطولات مره اخرى او اكتساب بطولات اكتر من بطولات السيزون اللي فات. عندنا الخبر الثاني معانا النهارده وهم ابطال الكره الطايره وكابتن ميدو وفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي. عندنا الفريق طبعا بيستعد برده لبطوله الدوري وبيستعد للبطوله الافريقيه وبيستعد للبطولات العربيه. ما شاء الله فريق الطايره السنه فاتت موسم انتصارات كبير لفريق الطايره. عندنا بس كابتن محمد منعم اللي هو كان عامل عمليه رباط صليبي، بدأ يستعد مرة تانية وبدأ يخش في المراحل التدريبية العلاجية. كابتن ميدو مهتم جدا 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 بيه عشان يقدر يقول ان هو موجود. ان شاء الله بإذن الله نتمنى عودة كابتن محمد منعم، إضافة قوية جدا جدا لفريق النادي الأهلي للكرة الطائرة. عندنا الفريق الجمعية الثالثة كرة السلة وكابتن طارق خيري والمحترف كوينتين دوجيت. كابتن طارق خيري بتواصل معاه، كوينتن لسه ما انضمش لتدريبات النادي الاهلي، لكن الراجل بيتواصل مع كابتن طارق خيري، هو بيخلص بعض الاعمال الخاصه ليه في الخارج وان شاء الله هينضم قريبا. كابتن طارق خيري بيعمل كل الاستعدادات زي ما احنا شايفين قدامنا، بيعمل كل الاستعدادات اللياقه، رفع معدلات اللياقه البدنيه للفريق ودخوله في مرحله الماتشات الوديه عشان برضه هيخش ينافس على بطولات الدوري وبطولات الكاس والبطوله الافريقيه. نتمنى ان شاء الله من كل فرقنا الجماعيه احراز البطولات المهمه، ودائما ابدا الاهلي في مقدمه الفرق المصريه. نخش للبطوله او فريق الجمباز بالنادي الاهلي. استعدادات قوية جدا جدا لفريق الجمباز، برضو بيستعد لحصد بطولات مرة أخرى. كل فرقنا عندها استعدادات كتيرة جدا جدا في كل الأنحاء، لكن فريق الجمباز بيستعد بأسلوب مختلف مع المدير الفني كابتن محمد فؤاد. هنطلع لتقرير عن فريق الجمباز ونرجع نستضيف بطل من أبطال النادي الأهلي، بطل من أبطال العالم، وهو الكابتن مصطفى عسل والمدير الفني كابتن ناصر زهران. الحمد لله بدأنا فترة الإعداد بتاعتنا من بداية شهر 6 مع تشكيل الجهاز الجديد. الحمد لله إن احنا السنة دي يعني رياضة الجمباز بتشهد طفرة كبيرة جدا في النادي الأهلي بسبب الاهتمام الكبير اللي أولاه مجلس الإدارة. والحقيقة إن يعني من المرات القليلة بقى إن طلباتنا كلها بالكامل استجابت الحمد لله بفضل وقوف مجلس الإدارة معانا وإدارة النشاط معانا. احنا فترة الإعداد بدأنا بزيادة عدد المدربين بموافقة مجلس إدارة وإدارة النشاط. وطبعا زيادة عدد المدربين ده بيدي دفعة قوية في عملية الإعداد، بيعمل محافظة على السلامة بالنسبة للولاد. وإحنا طبعا في كمان بصدد إن إحنا ننظم بطولة دولية لأول مرة تتعمل في تاريخ النادي الأهلي، بطولة النادي الأهلي الدولية
التنسيق مع الاتحاد المصري للجمباز، وبنأمل إن شاء الله في إجراءاتنا أنها تكون معتمدة في سجلات الاتحاد الدولي بحيث تكون بطولة دولية معتمدة، ودي عايزة شوية إجراءات إحنا ماشيين فيها، فإحنا ماشيين في الإجراءات وكمان في التدريب ماشيين في الاستعداد لهذه البطولة. لسه تاريخ البطولة ما تحددش، لكن دي من ضمن برضو الحاجات. أيضا في فترة الإعداد بنحط في اعتبارنا بطولات منطقة القاهرة اللي ممكن احتمالاتها تكون في شهر 10، فده برضو فرقنا كلها بتكون مستعدية. ممكن يكون في كاس مصر بعد بطولة المنطقة محتمل، فدي الخطة اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا من ضمن برضو يعني المزايا اللي حصلنا عليها السنة دي بشكل مهم جدا جدا، موافق مجلس إدارة مشكورا على انه وفر لنا مجموعة كاملة من الأجهزة الرياضية، لان أجهزتنا ادمت شوية ومحتاجة احلال وتبديل، فالحمد لله مجلس إدارة وافق على انه هو يجيب لنا مجموعة كاملة بحيث كل الأجهزة اللي موجودة عندنا دي هتتغير. فطبعا لما تغير الأجهزة وتزود عدد المدربين ويبقى عندك أهداف محددة بتخطط ليها، من المؤكد أن الحكاية دي هيبقى لها مردود كويس جدا على مستوى الجمباز في النادي الأهلي. إحنا لما بنجيب مدربين جداد أو لما بنتعامل مع المدربين بتوعنا بنتعامل بفكر النادي الأهلي، اللي هو يا جماعة نحن النادي الأهلي اللي بيبحث دايما عن المركز الأول. أنت بتشتغل في كل بطولاتك وفي كل تدريباتك وأنت حاطط الهدف في المركز الأول، فكرة ان انا اكون موجود وخلاص والتمثيل ما تمشيش في النادي الاهلي. فانت اول حاجة بتحطها عند المدرب فكرة الحافز نحو الوصول الى المركز الاول. نمرة اتنين فكرة انك يجب ان تخطط جيدا لتدريب فريقك، لان هذا التخطيط الجيد هو اللي هيوصلك للنتيجة. خلاص الرياضة ما فيهاش عشوائية، ما فيهاش شطارة، لكن فيها تخطيط جيد، متابعة جيدة، توفير إمكانيات، إصرار على أن أنت تبذل أقصى جهد، تحفيز اللاعبين وتوعية اللاعبين، تشرك اللاعبين في الأهداف بتاعتك، في الأفكار بتاعتك، كل ده في الآخر بنأمل بقى التوفيق بتاع ربنا يحالفك أنك تكسب. ورجعنا لكم مرة تانية مع نجم من نجوم النادي الأهلي اللي عودونا دائما وأبدا على البطولات. نادي الأهلي دائما وأبدا برموزه وبتاريخه وأبطاله السابقين والحاضرين، وبطل من ذهب، بطل من أبطال النادي الأهلي في الاسكواش، وهي لعبة دائما وأبدا عودتنا على إنها بتفرز أبطال من ذهب. معانا ومعاكم على الهوا الكابتن مصطفى عسل، بطل العالم للشباب تحت 19 سنة في بطولة العالم بالهند. أهلا بك كابتن مصطفى. ومعانا طبعا المدير الفني القدير ورئيس الجهاز كابتن ناصر زهران، بطل من أبطال النادي الأهلي في تاريخ الكبير اللي حصل قبل كده. مساء الخير كابتن مصطفى. ربنا يكرمك كابتن ناصر. نبدأ مع حضرتك الأول ونقول صناعة البطل، وحاجة مهمة جدا جدا في ملعب الاسكواش، وهو ملعب دائما أبدا لياقة بدنية عالية جدا، بتتطلب إيه ان احنا نقدر نطلع بطل، يطلع لغايه بطل العالم؟ طبعا ان البطل العالم لازم الاول ان توفر الامكانيات او المناخ المناسب على اساس نقدر نعمل بطل. لازم يكون عندنا ملاعب كويسه، لازم تكون مدربين كويسين، لازم في احتكاك كويس، منظومه كلها لازم تكون كامله ومتكامله من كل الاشياء اللي احنا قلناها ديت. بخلاف طبعا دعم مجلس اداره، نشاط رياضي، جهاز فني، كل العوامل دي طبعا هي تساعد على صناعة بطل من أبطال السكواش. كابتن مصطفى وبطل العالم، وأنا سعيد جدا أن أنا معاك النهاردة، حاجة مشرفاني جدا. قول لي وصلنا إزاي لبطل العالم؟ والله يعني قبل ما يكون مجهودي أو مجهود كابتن ناصر وكل المدربين معايا صراحة وأهلي برضو ساعدوني كتير. مرنت جامد السيزن اللي فات، يعني السيزن اللي فات أنا كنت واخد خامس عالم ساعتها. اشتغلت على نفسي ومع مدربيني وفتره فتره، الحمد لله ما خسرتش السيزون اللي فات ده كله، والحمد لله قدرت ان انا اوصل بطوله عالم واكسبها الحمد لله. عملنا ايه يعني؟ احكي لي كده مشوار البطوله وانت لعيب بتحس البطوله صعبه، قريبه، سهله، وانت في الهند قاعد بتوصل لبطل العالم، قول لنا ايه الاحساس، ايه الشعور، قول للناس ايه اللي بيحصل هناك. يعني كنت قلقان شويه الصراحه، ان انا كنت رايح اربع بطولات في الارجنتين وباراجواي وبرازيل.
كنت قلقان شويه من مستواي ان انا رجعت ريحت شويه وبعد كده كنت مرهق شويه وبعد كده رجعت بعد كده رحت الهند بقى الحمد لله كابتن ناصر كان معايا هناك في البطوله وحاولت ماتش بماتش والحمد لله يعني في الاخر الحمد لله كسبت البطوله. طب انا بص انا حاسس ان انت يعني مشدود شويه عادي عايزك تفوق عشان تقدر نتكلم لكن هروح لكابتن ناصر. كابتن ناصر احكي لنا ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل هناك الناس عايز تعرف اجواء بطل العالم بتحصل فيه ازاي. احنا لما بدأنا كده النادي يمكن التصور لينا ان كنا عايزين نجيب افضل لعيبه واحسن لعيبه على اساس انت عارف النادي الاهلي نادي المركز الاول وقطعا طبعا النادي الاهلي بدأنا نبص مين اللعيبه المميزين اللي ممكن يبقوا يجوا معانا فاحنا كان نظرنا على مصطفى ومصطفى يمكن كان لعيب مميز جدا لكن هو يمكن كانش محظوظ مثلا ما كانش كسب بطوله دوليه كبيره يعني بريتش اوبن بيوصل فاينل وبيوصل سيمي فاينل كوارتر فاينل وكان بيحصل له عدم توفيق فاحنا كان عندنا قناعه جدا وانا شايف بالعين بتاعتي وبعين المدربين اللي معايا ان مصطفى دي خامه كويسه جدا وهيجي منها وبناء عليه حصلنا على توقيع من سنتين من ساعه ما دخل النادي الاهلي لازم تعملوا برنامج عالمي على اساس كان المنظور بتاعنا ان احنا ده لازم يكون بطل عالم القادم واحنا كنا بصين له كده فعلا يعني عملنا له تدريبات مكثفه جدا بدا المدرب عنده 2 مدربين الكابتن محمود عبد القادر والكابتن اسلام مع الكابتن الدفراوي الفيتنس فبدانا نعمل له بدانا نجهزه نقول لازم يروح يلعب بطولات دوليه زي ما قال هو راح الاورجواي الارجنتين و كولومبيا تقريبا يعني فعمل فيهم 4 بطولات تصور 4 بطولات 17 سنة رجال يكسب منهم 3 ويخسر واحدة في الكوارتر فاينل فدي أول طفرة أو ممكن أول لاعب في تاريخ العالم يروح 4 بطولات يشارك فيهم هو لسه مشارك في الاتحاد المحترفين يكسب 3 بطولات نط من المركز 500 إلى المركز 71 ما شاء الله يعني جود جامب زي ما بيقولوا يعني جود جامب يا مصطفى فعلا لكن كان عندك حكاية في بطولة إنجلترا كان دايما فيها مشاكل فعايزين نقولها بسرعه ونخش على البطولات بتاعتك وتسرد كده معانا تاريخ بطولاتك بتاع حصلت عليها قبل كده. لا قول لي مش كنت انجلترا معاك مش عارف يعني من اول سنه تحت 13 كانت حاجه حلوه في الاول كنت عشان يعني ما كنتش بوصل وكده مره واحده لقيت نفسي في الفاينل هناك بس يعني ما توفقتش في الفاينل كويس بس بعديها السنه اللي بعديها برضو ما توفقتش في الفاينل السنه اللي بعديها سيمي فاينل السنه اللي بعديها برده كوارتر فاينل فما كنتش متوافق خالص فيها يعني بس الحمد لله يعني ساعه ما جيت الاهلي بعديها خدتها تحت 17 يعني مش الاهلي حلو عليك لا حلو عليا خلاص السنه دي كلها مصطفى قول لنا بطولاتك وانجازاتك وتاريخك في البطولات البطولات الصعبه بالنسبه لك اللي كنت فيها بطوله كانت صعبه بالنسبه لك والله احنا السيزون ده جربنا حاجه تانية جديده ما جربتهاش في حياتي قبل كده ان انا اخش مرحلتين يعني سن 17 سنه و 19 سنه كابتن ناصر الصراحه قال لي عليها وعشان اعمل رانك في دي ودي هي فادتني كتير الصراحه 17 و 19 دي مع ان كنت بقول له ساعات كوتش مش قادر كده بس لا يعني جربت مثلا اخشها 6 مرات او 7 مرات 17 و 19 والحمد لله كسبتهم كلهم السيزون ده دي اللي خلتني يعني ابقى كويس وطبعا مع كابتن محمد دفراوي عملنا يعني شغل كويس شغل كويس مصطفى لازم نقول ان لما تيجي تلعب لعبه بتكون باصص لقدام بتكون باصص لرموز موجودين في تاريخ اللعبه دي قول لي كنت مين الهدف عندك مين اللي كان يعني نقول عليه مثلك الاعلى في اللعبه دي صراحه جانشر جانشر خان حاجه يعني ما حصلتش الصراحه لما بشوف الحاجات اللي عملها يعني ببص كده شفته في الملعب يعني شفته هو بيلعب شفته ماتشات ليه على اليوتيوب وكده لكن ما حضرتوش الصراحه قول لي مين في مصر مصر ده من اول شبانه وشرباجي ورامي الصراحه يعني حاجه يعني حاجه مشرفه جدا كابتن ناصر فعلا حاجه مشرفه جدا ابطال السكواش عندنا حاجه مشرفه فعلا في مصر واغلبهم اعتقد اكثرهم من النادي الاهلي لكن زي ما عندنا اولاد عندنا بنات وعندنا أمينة عرفي وهي كسبت بطولة هونج كونج وتيجي تحت 13 سنة احكي لنا عن بطولة هونج كونج وقول لنا ازاي بنوفق ولاد وبنات وبيشاركوا البطولات ازاي اللفة دي هو بس تسمح لي برضو في المناسبة ديت ان انا يمكن لازم نشكر شخصية مجهولة وهي كانت سبب رئيسي في انضمام مصطفى وأمينة عرفي للنادي من نادي الجزيرة إلى النادي الأهلي هو المهندس إسماعيل فاروق
كان ليه دور كبير جدا معانا في خلال الفترة اللي فاتت ديت يعني بصراحة. وكان سنة كبير لمصطفى، كان يمكن عقده يخلص 30/6 السنة دي. وكانت بعض الأندية زي وادي دجلة ونادي بلاك بول راحوا وخدوا عقود فاضية عشان يمضوا عليها، لكن المهندس اسماعيل هو مع اصرار مصطفى ان هو يستمر في النادي الاهلي كانت ليها الاثر الكبير. اهلاوي برضه؟ اه صح، قلت لي ان هو اهلاوي. اهلاوي جامد يعني، اهلاوي بيشجع كوره جامد. كان يعني معجب جدا بكابتن الخطيب يعني، بشوف برضه على الافلام القديمه بتاعته الوجيهات. تمام. امين عرفي طبعا ديت لسه منضمه لينا حوالي شهرين دلوقتي، برضه عن نفس اللي عملناه مع مصطفى عملناه مع امينه، اعداد بدني واعداد فني على مستوى عالي جدا. تمرين مكثفة صبح وبعد الظهر. زي ما قلت انا مصطفى لما جاي بتقول ده بطل عالم هيبقى جاي ان شاء الله. انا بقول امين عرفي بطل العالم جاي ان شاء الله. بالنسبه للبنات او الناشئات حاجه طفره كبيره جدا في عالم الاسكواش، كل راحتهم كونج الناس كلها كانت في حاله اعجاب وذهول من مستواها. بنت 11 سنه وتكسب 13 سنه، وعلى فكره مصطفى وامينه عملوا حاجه ما حدش واخد بالها منها خالص. لا قول لنا عشان نبقى عارفين بقى. البطولتين كسبوهم ومفيش حد خسر شوط فيهم ما شاء الله. كل صعبة. المباريات انتهت 3-0، صعب جدا 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 ان لاعب يكسب بطوله عالم ويكسب كل ماتشاته 3-0 بما فيها ماتشات الفردي والفرق، ولا شوط يكسب ولا شوط خسر ولا شوط ما شاء الله. ما شاء الله. دي حاجه برده امينه عارف نفس المنهج بتاع مصطفى يعني. ازاي نوصل للمرحله دي؟ ده لياقه بدنيه عاليه جدا، عارف لياقه بدنيه مش طبيعيه. في حاجه ما شاء الله يعني، في حاجه بتزرع لما لعيب يخش في النادي الاهلي بتحط له حته التحدي والاراده. دي سمه من سمات لعيب النادي الاهلي. فهو بناء عليه مصطفى لما جه كان عنده كل حاجه، بس انا عايز كانت الاراده والتحدي بتاعه يزيد شويه. ولما بيلعب باسم كبير زي اسم النادي الاهلي دي حاجه بتخلي الخصم بتاعه اصلا يخاف من اسم النادي الاهلي. اشتغلت على الموضوع ده يا كابتن محمد؟ طبعا لازم تشوف ان عامل نفسي كبير جدا للاعب، ولازم تحسسه ان هو بيلعب في نادي ذو قيمه ونادي كبير جدا. وزي ما بنقول احنا النادي فوق الجميع. طبعا فعلا النادي فوق الجميع في كل حاجه ما شاء الله. مصطفى مع بطل عالم والدراسه ازاي بنوفق؟ وازاي نقول للناس او نقول للشباب الصغيرين اللي طالعين بيشوفوا بطل عالم ازاي بيوفق بين الاثنين؟ يعني صراحه انا كنت في الاول في الجزيره، انا كنت مذاكر في العربيه يعني كانش في وقت خالص ما بين التمارين والبطولات ويعني حاجات كتير. وكمان السكواش ممكن تديك ان هو تسافر بره وتاخد منح دراسيه بره، سكولرشيب في هارفرد وحاجات كتيره. في ناس بتوفق ما بينهم وتروح هارفرد وكده، وفي ناس بيقعدوا في مصر. بيقعدوا في مصر، لكن انت شايف ان مفيش مشكله ان انت بطل عالم وفي نفس الوقت يبقى ناجح دراسيا؟ لا لا ما فيش مشكله خالص يعني. مروان طارق هو بطل عالم السنه اللي فاتت وتاني عالم السنه دي ما شاء الله عليه الصراحه، راح هارفرد السنه دي. فعادي جدا يعني ان هو يوفق من الدراسه والسكواش، بس في ناس بتختار كده وفي ناس بتختار كده، بس برضه في الدراسه يعني بيقعدوا في مصر وكده. قول لي يا مصطفى، النهارده بالنسبه لي احتراف الخليج او اللعب الانديه الاوروبيه، يعني انا بشوف دايما في العاب الفرديه ان هم يلعبوا في النادي الاهلي ويلعبوا في دوريات عالميه، قول لي ايه الاخبار؟ والله انا يعني جالي عروض كتير من انديه في هولندا وفي المانيا، وكنت بظبطها ان انا اشوف برضو وقتي امتى وكده، عشان انا عندي بطولات محترفين تاني رجال ان شاء الله في شهر 9. فهم كلموني وقالوا لي عايزين نلعب دوري الالماني هناك، فيعني قالوا لي لما تكون فاضي وكده، فقلت لهم ماشي. كابتن ناصر في اضافات كتيره لفرق النادي الاهلي، وعندنا صفقات جديده وعندنا لعيبه كبار في النادي الاهلي، لنا اخبار الصفقات الجديده ايه النادي الاهلي؟ والحمد لله يمكن كابتن رفع عبد القادر نشاط رياضي ورئيس ومجلس اداره بقياده الكابتن الخطيب طبعا يعني كانوا عامل رئيسي في انضمام بعض اللعيبه المميزين جدا في الانديه الاخرى، بس هذكر بعض الاسماء وخايف ان انا انسى بعض الاسماء. بس عندنا علي التوخي، عندنا ناصر عبد المنعم، سيف عبد المنعم، مين تاني؟ امين عرفي جات لنا، في نور رامي، في مين تاني؟ حازم. مين حزازه؟ مين حزازه؟ محمد مصطفى حزازه. مين حزازه بقى؟ حزازه ده اسم شهره ولا ايه؟ ده هو عمل انكاز، هو اسم الشهره حزازه. لكن في هو دوت انضم لينا هو حزازه دوت، ويعني حزازه ولا حزازه؟ لا حزازه، بس عشان حزازه. حزازه ماشي، زمان بيضحك علينا دلوقتي. فهم الثلاثه دول على فكره برضه عملوا انجاز كويس للنادي الاهلي في بطوله هونج كونج يعني. الحمد لله النادي الاهلي الناس اللي انضموا لينا
سبعة منهم كانوا في المنتخب بتاع مصر مسافرين في كوريا ماتش ودي مع كوريا ومسافرين بطولة هونج كونج. عندنا الثاني والثالث والخامس تحت 15 سنة في بطولة هونج كونج من النادي الأهلي. ما شاء الله. فده إنجاز بالنسبة للنادي الأهلي اللي هم ميد محمد نصر عبد المنعم وحظاظة ويوسف عبد الفتاح. دول عملوا لنا نتائج جديدة جدا الحمد لله. أنا بقول اللي إحنا جبناهم جديدين، إحنا هدفنا النادي الأهلي من سنتين أو ثلاث سنين كنا بعيد قوي عن المنافسة، اننا كان عندناش ملاعب وكنا بنتمرن بره. ده بالعكس احنا انا كناصر زهران انا باجي بكمل المسيره اللي الساده الافاضل المدراء الفنيين اللي قبليه عملوها. انا باجي وهيجي ناس بعديها تكمل وهكذا الى اخره. فطبعا احنا بنكمل او احنا في النادي الاهلي كتيم ورك مع بعض بنسلم لبعض واللي بيجي بعدينا بياخد اللي بعدينا وهكذا طبعا. يعني ده كابتن يعني دايما روح النادي الاهلي هي اللي بنقول اجيال بتسلم بعض واجيال متعاقبه ودائما ابدا ماشيين في التراك اللي هو تراك البطولات وتراك الفوز بالبطولات. مصطفى قول لي في بطوله العالم اللي فاتت ايه اصعب ماتش اللي انت يعني داخل الماتش وجوه الماتش قلت ممكن اخسر الماتش ده؟ دور الثمانية مع مين؟ مع ولد اسمه ليونيل كارديناس. كويس. كان كسبان اول شوط 10-7. عايزك تحكي للناس اللي جوه مش اللي بره، يعني عايزك تحكي من جوه. كواليس من جوه. لا طلع عليا فجأة في السكور وكنت مش مظبط خالص، والملعب كنا بنلعب في مول كده فلسه اول ملعب في دور الثمانية فلسه مش متعود على الملعب وكده. فانا لعبته قبل كده في الارجنتين برضه، هو عنده 18 سنة ولعب بطولة رجال محترفين، لعبته في سيمي فاينل. فلا يعني عندهم فيتنس عالي قوي، بس الحمد لله قدرت. يعني انا اول جيم اكسبه 12-10. كنت خسران جوه الجيم ده؟ كنت خسران 10-7. 10-7. 10-7. الفرق نقطتين، يعني ناقص نقطتين والجيم يخلص؟ لا ناقص نقطة. ناقص نقطة 10-7. 11 بيخلص 11. ناقص نقطة واحدة والجيم يخلص، وانت مصمم اللي كان كابتن ناصر بيقول عليها عندك تحدي وإرادة ان انت تجيب الموضوع ازاي؟ ده كل الماتشات كانت كده، يعني هي كانت بادية معايا من أول ماتش 12-10 13-11 كانت مش مبشرة خالص الصراحة. من أول يوم؟ من أول يوم كانت 13-11 وبعد كده، بس بتبقى في جيمات يعني ممكن جيم يخلص 11-6 11-4 13-11. قول لي الصورة اللي على الشاشة دي احكي لنا حكايتك. هي اللي كانت في الملعب قالت لي اختار واحد يعني يجي يعمل معاك أي حاجة. فرحت انا جاي كابتن ناصر وكابتن احمد المطعاني وكلهم وراح شالوني بقى. كابتن ناصر قول لي استعداداتنا للموسم الجديد. طبعا احنا يمكن هو النادي اللي هو المسيطر بقاله 5 سنين على السكواش في مصر هو نادي وادي دجله. طبعا دوت بسبب ان هو التعاقدات اللي عملها كتير جدا خلال الخمس سنين دي مع اللعيبه، ما كانش في اي نادي خالص منافس ليه وكله كان بعيد عنه. احنا السنه دي النادي الاهلي بدانا نخطط عايزين نقرب، يعني السنه اللي فاتت هو كسبان الدوري بفرق او حوالي 10 نقط بعيد عن المركز الثاني. فالسنه دي احنا الحمد لله التعاقدات اللي عملناها ديت استعدادا للموسم الجاي هنكون منافس شرس جدا لنادي وادي دجله. وعود الناس ان مرحله احنا بدانا نبني الناشئين الاول، بعدين السنه الجايه ان شاء الله الناشئات. فبدأنا ستيب باي ستيب عشان موسم التسجيلات والتعاقدات بيديك عدد محدد من اللاعبين بيتنقلوا. فطبعا احنا عملنا فريق ناشئين جامد جدا دلوقتي الحمد لله، ممكن نكون باذن الله نحصل على الدائره بتاع الناشئين ما شاء الله. الناشئات احنا هننافس وهنبقى في الصوره من اول احسن ثلاثه ان شاء الله برضو باذن الله. احنا الرجال بس هو ده اللي ناقصنا شويه ان احنا نحسن فريقنا دلوقتي. احنا حاولنا نتعاقد مع لعيبه مميزين زي رامي عاشور وزي مروان الشرباج والناس دي، لكن هي ما عندها تعاقدات مع الانديه بتاعتها ونحن بنحترم التعاقدات ديت. فان شاء الله في السنه الجايه تكون التعاقدات ديت نقدر نتعاقد معاهم ونجيب لعيبه مميزين ان شاء الله. هتاخدني في حته وهي مدارس السكواش في النادي الاهلي، وده اللي يهم اعضاء النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي. قول لي مدارس السكواش ايه الترتيبه بتاعتها وبتوصل لايه عشان نطلع للفرق الرياضيه، والمنظومه شغاله ازاي في المدارس السكواش؟ احنا عندنا حوالي من 150 الى 200 لاعب في المدرسه دلوقتي الحمد لله. انا ما جيت ما كانش فيه ولا لاعب من المدرسه صعد الفريق. بدانا نجيب بعض اللعيبه صغيرين من الانديه الاخرى على اساس يبقى عندنا احتكاك بين اللعيبه ابناء النادي العاملين والمدرسه. وبناء عليه احنا يمكن السنه دي اول مره في تاريخ النادي الاهلي يصعد حوالي 10 لاعبين من 11 سنه ان كانت بنات او اولاد في الفريق النادي. ومن كتر الاولاد كان في اكتر كده كمان بدانا نعمل فريق تجهيزي وتجهيز للفريق الاصلي. والحمد لله انا شايف الدنيا ماشيه كويس جدا.
مدرسه الاسكواش شغال على اعلى مستوى دلوقتي الحمد لله، وبتجتذب ناس كتير جدا 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 جدا، وهتبص ان شاء الله ابناء النادي وابناء النادي العاملين بوعيدهم، والموسم الجاي هيكون فريق 11 سنه كله من ابناء النادي باذن الله. خلاص مش ناوي تجيب حد من بره خالص؟ هيبقى حاجات بسيطه جدا، واحد او اثنين، لكن كله هيبقى من ولد النادي طبعا. مصطفى سؤال مهم، البيت الاسره العيله العيله وعيله العيله، قول لي حد بيلعب سكواش؟ يعني ايه اللي وداك ملعب سكواش؟ ايه اللي وصلك ملعب سكواش؟ الصراحه اللي فضل كده عمي، عمي انا كنت يعني كنت بلعب كوره، وفجاه كده كان عندي اجازه من المدرسه 4 شهور، فروحت رايح قاعد معاه شهرين، اما شهرين هو كان في دجله وكده كان بيمرن كل الفريق البراعم، فكنت رايح العب كوره في نادي وادي دجله. تعرف تلعب كوره؟ اه كويس كويس يعني؟ يعني كنت كويس. عشان فروحت معاه اتفرجت على اول ماتش، كان بطوله جمهوريه، كانت فاينل بطوله جمهوريه، كان حظي ساعتها، فقلت له انا عايز اخش عايز العب يعني. كنت ساعتها متاخر يعني، دخلت ابتديت متاخر، كان 9 سنين. 9 سنين وفي الاسكواش بيبداوا 6 5 7 متاخره في الاسكواش ده صغير. 6 و7 سنين. طبعا. بس فابتديت في اللعبه، اتمرنت واحده واحده، قرفت منها شويه، وبعد كده بعد كده رجعت تاني. كانت في الاول كانت صعبه جدا يعني، انت عشان تمسك المضرب وتقعد مسك المضرب كده ويعلمك سوينج كده لا كانت حاجه يعني مش طبيعيه، بس بعد كده بقى بتبقى حلوه يعني. بعد كده بعد كده في مكسبها طب يعني في المكسب حاجه والتدريبات بس الاسكواش فيها ستايل بقى ووقفه وفوت ورك وحاجات كتير قوي في الجزء البراعم ده لازم يطلع عليها، عشان يعني كل حاجه بتعتمد عليها. لعبت مع كابتن مصر قبل كده؟ لا ما لحقنيش. خليت شايفني على فكره. كابتن مصر يعني فعلا نتائج مشرفه وحاجات جميلة، الدعم اللي بيتقدم من النادي الأهلي أو من مجلس إدارة النادي الأهلي. لا دعم كبير جدا 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 حقيقي يعني، إن الله يكون في عون كابتن محمود رئيس النادي والأعضاء مجلس الإدارة والنشاط الرياضي، أنا حاسس عبء وحمل كبير جدا عليهم، وخصوصا النادي الأهلي أنت عارف بطل في كل الألعاب، فدي بتبقى مش مطلوب منك، زي ما قال الكابتن خطيب في حفل تكريم الأخرين، النادي الأهلي بيبص إحنا مركز أول، تاني يعني زي أخير. فدوت والمهازه المنطقة احنا ماشيين عليه طبعا. النادي الاهلي لو انت ما طلعتش اول مش هنبص لك انت فين، دي حقيقه. فطبعا هم بيدعمونا جدا جدا جدا، عاملين لنا تعاقدات مع لعيبه جداد، عاملين لنا سفريات للعيبه خارج مصر. كويس. جميع المستلزمات اللي احنا عايزينها في الرياضه في لعبه الاسكواش، ان كانت ادوات او الى اخره، جهاز فني، يمكن الحمد لله عندنا العدد الجهاز فني 20 فرد في الجهاز الفني، وده أول مرة تحصل في تاريخ الاسكواش يكون هذا العدد، ومحدد مدرب لكل فريق. كل الحاجات ديت بصراحة يعني أنا بشكر من خلال قناة الأهلي كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء، والكابتن وخشور خاص لكابتن روف عبد القادر، سند لينا كبير جدا يعني، وميوصل مع كابتن روف أنت عارف يعني من الألعاب الأخرى طبعا يعني، يعني من الألعاب، فأكيد سند لينا جامد يعني. وهو أنت عارف يعني هو راجل خد السلم التدريبي من أوله لغاية وصل إلى رئيس جهاز يعني، دي حاجة فحاسس بالمعاناة اللي بنعانيها إحنا كأجهزة فنية، فطبعا يوصل كل صغيرة وكبيرة لصالحنا إلى مجلس الإدارة وبيوفق فيها الحمد لله. قول يا مصطفى يعني هنوصل لفين؟ احنا بقينا بطل عالم والكاس الجميل ده، احكي لنا حكايته وانت رافعه، ايه اللي حصل؟ لا يعني الشعور صراحه كان صعب يعني اول ما كسبت الماتش ما صدقتش الصراحه. مع ان يعني كنت حاسس بيها ان هي هتيجي ان شاء الله يعني ان شاء الله، بس ما صدقتهاش انا ساعه لما كسبت الصراحه ورفعت الكاس يعني. قدامنا ميداليتين. دي فردي والثانيه فرق. ما شاء الله انت كسبت فردي وكسبت الفرق. كسبنا فرق الحمد لله. كسبنا الاثنين. طب طموحنا رايح لفين؟ ان شاء الله السنه دي بحاول يعني ابقى من 30 على العالم في الرجال، بحاول ان شاء الله يعني من هنا من 9 لشهر 5 اعمل حاجه، وبعد كده ان شاء الله واحده واحده بقى نخش بقى في الحته اللي هي من 30 ل 10 والحتت دي. قول لي يا كابتن دلوقتي انا عارف ان الترتيب في ال10 الاوائل في العالم
في ناس مصريين كتيره جوه الترتيب بتاعنا. طبعا احنا مسيطرين على السكواش. يعني انت يا كابتن عبدو، حضرتك كابتن خالد، السكواش المصري مسيطر على ناشئين، نشات ما شاء الله، رجال، سيدات، اول عالم. يعني ما حصلتش في بلد او في اي لعبه من الالعاب مسيطر على هذه السيطره زي ما مصر مسيطره عليها. فطبعا عايز اقول احنا الرجال بتوعنا او السيدات او اول تاني تالت، عندنا الشرباجي واحد، وعندنا علي فرج، وعندنا طارق مؤمن، وعندنا كريم عبد الجواد لاعب الاهلي عندنا من 8. قول لي رايك مصطفى هيكون امتى؟ باذن الله نتمنى النهارده قبل بكره، هيكون امتى جوه العشرة؟ لا انا متوقع له ان شاء الله، ان شاء الله خلال من سنتين الى ثلاث سنين هيكون جوه الاربعه مش العشرة. جوه الاربعه ان شاء الله. مصطفى كلمات اخيره عايزك تقولها وتقول للنادي الاهلي ايه؟ الصراحه احب اشكر كابتن ناصر وكل الجهاز الفني، كابتن محمود عبد القادر وكابتن اسلام واستشهد كابتن محمد وكابتن محمد الدفراوي، يعني عمل معايا حاجات كتير الصراحه. وطبعا نشكر انكل اسماعيل فاروق، يعني كان هو السبب ان انا اجي الاهلي، يعني ما كنتش عايز امشي من الجزيره الصراحه في الاول. وبعد كده كابتن ناصر جه قعد مع كابتن انكل اسماعيل والحمد لله يعني رحت الاهلي. و بس يعني اخر كلمه توعدنا بايه؟ ان شاء الله اجي لك وانا اول عالم رجال يا رب يا رب. اتمنى ده، ودي حاجه تسعدنا وحاجه مشرفانا. كابتن ناصر النهارده شرفتنا ونورتنا، ويعني سعداء جدا جدا ان حضرتك موجود معانا النهارده. يعني مش هنتكلم على ملعب سكواش، اللي بيحصل جوه ملعب سكواش المكسب حاجه بتكسب الكابتن عباس قعود وكل الاخوه الزملاء اللي معاك، لكن نتمنى باذن الله ان انت نشوفك في وقت تاني ويكون فعلا مصطفى معانا بطل عالم. شكرا جزيلا جدا جدا كنت معانا النهارده. انا اشكرك جدا جدا، وبرضه زي ما قال مصطفى انا اشكر جميع افراد الجهاز الفني، مش عايز اقول واحد معين، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري على كل اللي عملوه معانا خلال الفتره اللي جايه ديت طبعا، ورب طبعا نعيش افراح على طول مع النادي الاهلي يا رب. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مليون مبروك. شكرا لحضرتك، انتظرك ان شاء الله وهنستناك وهنفرح كلنا ان تكون بطل عالم باذن الله قريب. مصطفى فخر النادي الاهلي، وان شاء الله تكون باذن الله قريب جدا على منصه التتويج ان شاء الله. شكرا لحضرتك. في نهايه الحلقه بنشكر كل الساده الزملاء، الكابتن عبد الحميد حسن والكابتن امير، وانتظرونا من السبت للخميس وبرنامج الاهلي الليله. شكرا لكل جماهير الاهلي، استنونا يوم السبت باذن الله، والى لقاء تاني ان شاء الله.